بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامجكم المميز دائما الأهلي ليلة. الأهلي ليلة وحلقة خاصة جدا، حلقة مميزة جدا، معنا فيها كواليس وأخبار كتير وضيوف محترمين هنتكلم معاكم فيها بتفاصيل كتيرة جدا. لكن مبروك النهارده الأهلي بيلعب مباراة ودية أمام المصرية للاتصالات، دي مباراة استعدادا لمباراة وفاق الصيف اللي هتكون يوم 23 إن شاء الله. باتريس كارترون كان عايز يعني يطمن على لعيبة النادي الأهلي، يشوف وليد سليمان، يشوف أحمد فتحي، يشوف رامي ربيعه اللي بدأ في الشوط الثاني، يشوف حسام عاشور، يشوف عمرو السوليه، كل اللعيبه جاهزه وقدم بشكل كويس جدا. الشوط الاول انتهى بثلاث اهداف والشوط الثاني بدأ بثلاث انتهى برضه بثلاث اهداف، ست اهداف في المباراه على مدار الشوطين. حافظ كارترون على تشكيلته اللي بدأ فيها في الشوط الاول، في الشوط الثاني نزل بعد 17 دقيقه بفريق ثاني خالص اطمن فيه على المصابين. صلاح محسن ادى بشكل كويس، يعني في امور كويسه الحمد لله، الفريق بيعود، الانسجام يكون موجود الفتره الجايه، عشان كده برضه هناخد تفاصيل كتير ونتكلم قبل ما نشوف عندنا ايه النهارده. لكن خلونا نرحب بزميلنا محمد سعيد. مساء الفل يا محمد. مساء الخير زميلي العزيز ايهاب الخطيب، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالطبع النهارده كانت مباراه وديه لكن هامه جدا، جايه في توقيت طبعاً مهم بالنسبه لفريق النادي الاهلي اللي بيستعد لمباراه صعبه وحاسمه امام فريق الوفاق في الصيف باذن الله يوم 23 اكتوبر الجاري، او تحديدا المباراه باذن الله هتكون يوم الثلاثاء القادم زي النهارده بالظبط، وبعد اسبوع مباراه مهمه جدا. وايضا النهارده الجهاز الفني بالتاكيد اطمأن على العديد من اللاعبين، دفع باللاعبين الذين كانوا بالتاكيد بعيدين عن التشكيله الاساسيه نتيجه الاصابه. اطمأننا ايضا على حاله رامي ربيع بعد ما دخل في المباراه الوديه بعد غياب لاكثر من حوالي 300 يوم، فتره طويله جدا كان بيغيب، لكن النهارده اطمأننا على حالته ودخل في التشكيله الاساسيه اللي خدت المباراه الوديه امام مصر للاتصالات، مباراه فيها مكاسب كثيره، لكن المهم ان شاء الله المرحله القادمه يكون الاهلي كامل العدد كامل الصفوف قبل مباراه الصيف الهامه جدا في اياب الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا. اكيد محمد، لكن خلينا بقى استعرض معاك تشكيله الاهلي اللي بدا بيها عشان برضو الناس تعرف قد ايه عدد اللعيبه والامور اللي في الفريق. بدات المباراه بتشكيل مكون من علي لطفي واحمد فتحي سعد سمير ومحمد عبد المنعم وصبر رحيل وحسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان واسلام محارب واحمد حمودي وصلاح محسن، يعني القوة الضاربة واللعيبة اللي كنا محتاجين نشوفها محمد. وفي الشوط الثاني مستر كارترون نزل يعني بعدد من اللاعبين وابتدى يشارك زي ما قلنا رامي ربيعة اللي ظهر بشكل مميز جدا، واعتقد ان البروفه دي جيده ودي اللي كان النادي الاهلي بيعمله الفترات اللي فاتت، بس ضغط المباريات يا محمد خلى الامور يعني تبقى صعب جدا تشوف لعيبتك في ماتشات وديه زي المباراه بتاعت النهارده. ضغط المباريات بيبقى صعب على الجهاز الفني حتى مش في تجهيز المصابين، لكن كمان انك لو عايز تشوف عناصر من فريق الشباب والعناصر الصاعده ممكن تجربهم مع الفريق الاول في المباريات الوديه، كان ده بيحصل في فترات سابقه لما كان الدوري فيه عدد مباريات اقل، لما كان البطولات مدتها اقل، لما كانت الاجنده الدوليه بمساحات زمنيه كويسه بتساعد الانديه المصريه، والاهلي كان بيستفيد من عنصر الوقت بشكل مميز جدا في الاستفاده بالمباريات الوديه، وكان ملعب التتش دائم يعني استضافه العديد من المباريات الوديه لفريق النادي الاهلي. لكن مباراه المصريه للاتصالات واختيار التوقيت النهارده يوم الثلاث وقبل السفر خلال الفتره القادمه زميلي ايهاب يعتبر ده شيء جيد بالنسبة للجهاز الفني، اطمأن على حالة سعد سمير، دفع بأحمد فتحي، بدأ بصلاح محسن، أيضا كمال عناصر اللي ممكن الفترة القادمة الأهلي قد يستعين بيها سواء أحمد الشيخ أو حتى رامي ربيعة، لا في استفادات كثيرة جدا بغض النظر عن المستوى الفني للمباراة الودية. بالتأكيد زميلي إيهاب وأنت بالتأكيد عارف المسألة ديت، مش لازم تلعب مباراة ودية مع فريق قوي، بالعكس أنت ممكن تلعب مباراة ودية حسب المتوسط المستوى أو الأقل عشان تطبق فكر معين، عشان تستعيد فورمة عدد من اللعيبة وأنت داخل على مباراة حاسمة. مباراة الوفاق أنا بعتبرها من أهم المباريات في تاريخ النادي الأهلي هذا العام أو هذا الموسم في البطولة الأفريقية. هي مباراة حاسمة طبعا ونهائي مبكر، وزي ما احنا قلنا الأهلي بدأ بتشكيل قوي، بعدها شارك رامي ربيعة في أول ظهور وأحمد الشيخ وهشام محمد وطبعا مؤمن زكريا وعمار حسن ومحمد شريف ومصطفى شوبير وكريم يحيى وميدو جابر. رائع محمد، احنا بنتكلم تقريبا في فرقتين لعبوا النهارده وانت قوامك الرئيسي جزء مع موجود برضو مع المنتخب الأول وجزء تاني موجود مع المنتخب الأولمبي.
في وفره في قائمه فريق النادي الاهلي، وكمان الاستعانه بعمار حمدي وعدد من اللاعبين الصاعدين كريم يحيى في خط الدفاع، الدفع بميدو جابر وهو عائد من الاصابه لفتره طويله، هي فرصه طيبه للجهاز الفني، دفع بعدد من اللعيبه، استعان بعدد كبير ايضا من قطاع الناشئين، حارس المرمى في الشوط الثاني، مستقبل حراسه المرمى في النادي الاهلي مصطفى شوبير عندنا بالتاكيد كمان. مصطفى شوبير حارس مميز جدا بيقدم مع المنتخب ومع النادي الاهلي، وداخل بقى على الصراع الكبير فريق الاول، ربنا يكرمه ويأدي، وحارس من مستقبل حراس المرمى في مصر وفي النادي الاهلي. بالفعل بالفعل في وفره كبيره جدا، وقطاع الناشئين عندنا لاعبين مميزين في هذا القطاع بالاضافه للفريق الاول، مع الوضع في الاعتبار بالطبع عدد الغيابات، عدم وجود اللاعبين الدوليين، عدم وجود وليد ازارو مع المنتخب المغربي، سليف كوليبالي مع المنتخب المالي، اصابه علي معلول، لكن ايمن اشرف في التشكيله الاساسيه لمنتخبنا الوطني، لا في وفره وفي لاعبين جيدين خلال المرحله القادمه، لكن عايزين نطمن يا محمد معلش الناس عشان تذكرت كوليبالي تحديدا، الناس قلقانه كانت من المباراه اللي فاتت وانه مصاب، يمكن مستر كارترونو وكابتن محمد يوسف كلموه امبارح واطمنوا عليه واكد لهم تماما ان هو سليم وزي الفل، وان شاء الله دايما يكون سليم واقف على رجله. الموضوع مش مستحمل بصراحه يا ايهاب، بيني وبينك يعني صعب جدا في حجم الاصابات اللي موجوده في الفريق خلال الفتره الاخيره، وده نتيجه ظروف معاكسه ما لهاش علاقه بالجهاز الطبي او جهاز الاحمال البدنيه، لان في تفاصيل ممكن نستفيد فيها في هذا الحوار، لكن اصابات هي يعني وليد ازارو مثلا مع المنتخب او علي معلول او سليف كوليبالي اصابه مع المنتخب ما لهاش علاقه حتى بالتدريب او الاحمال البدنيه، لكن الحمد لله يعني الفتره القادمه وجود سليف كوليبالي مع الدفع بسعد سمير مع ان شاء الله كمان وجود ايمن اشرف مع عدد من اللاعبين صبري الرحيل احمد فتحي ودخوله، كل ده بيأمنك كناحيه دفاعيه في مباراه هامه جدا مع فريق الوفاق، لكن محتاج بسرعه اروح لمختار التتش بالجزيره، وهيكون معانا على التليفون زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، نعرف منه انطباعات الجهاز الفني وماذا قال كارتيرون والكابتن محمد يوسف عقب الفوز في المباراه الوديه، لان خلاص اتكلمنا في التشكيله والتغييرات والاهداف، لكن عايزين نعرف يعني انطباعات اللاعبين، انطباعات الجهاز الفني. مساء الخير يا كريم. تحياتي ليك زميلي محمد، مساء الخير عليك ومساء الخير طبعا على استاذ ايهاب الخطيب. زي ما قلت انت محمد، مباراه النهارده يمكن فيها استفادات فنيه كثيره جدا لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني بفتره كارتيرون. النهارده هي يمكن الاستعداد الاخير لفريق النادي الاهلي قبل مباراه وفاق السيف اللي عندنا ان شاء الله ثقه كبيره في كل لاعبتنا باذن الله ان شاء الله نصعد الى النهائي من الجزائر. النهارده زي ما قلت يا محمد برضه يمكن مستر باتريس بدا بتشكيلين مختلفين، الشوط الاول كان 11 لاعب والشوط الثاني 11 لاعب مختلفين تماما من حراسه المرمى حتى يمكن حتى وسط الملعب الباكات، الامر كان يمكن النهارده متغير بشكل كبير جدا، لكن يمكن الحاجه المميزه واللي اتاكدنا ان الكابتن محمد يوسف النهارده يمكن سريعا على مدى استفادات المباراه النهارده ايه، قال يمكن من اهم النهارده مميزات المباراه الاطمئنان على كل اللاعبين العايدين من الاصابه، يمكن كان في بعض القلق النهارده على الجهاز الفني حذروا اللعيبه اللي راجعه من الاصابه بالذات لو بخص حسام عاشور وعبد الطليه وصلاح محسن على عدم الاحتكاكات، اللي النهارده طبعا حماس كبير جدا للفريق المصريه للبطولات لكل اللعيبه طبعا اللي بتكون مشاركه في اي مباراه بتخص النادي الاهلي سواء وديه او رسميه بيكون في حماس كبير جدا، وكان واضح النهارده على لعيبه الاصابات ان هي بتخش في التحام قوي شويه، لكن النهارده كان النادي الاهلي ظهر بشكل رائع الشوط الاولاني نتيجه 3-0 اللي كان بعيدا عن النتيجه في اداء في تركيز في جديه في حماس شايفينه في تدريبات النادي الاهلي وايضا كمان في المباراه. النهارده مستر باتريس بشكل كبير راضي عن الاداء وقال اهم حاجه النهارده ان احنا اطمنا على عدد كبير جدا من اللعيبه ما بتشاركش، وايضا الاهم هو اللاعبين العائدين من الاصابه ان هم يشاركوا في مباراه او في شوط كامل من المباراه، ده امر كان مهم جدا، وزي ما انت قلت محمد مش ناقص اصابات، وبنتمنى حتى في التدريبات القادمه ان شاء الله حتى ميعاد السفر يكون النادي الاهلي ولاعيبته حريصين جدا على الالتحامات، لان ان شاء الله محتاجين كل لاعب في مباراه وفاق سبيس القادمه. طيب كريم برضو محتاجين نطمن على استعدادات الفريق للمباراه القادمه امام فريق الوفاق غدا باذن الله اجازه، لكن خلال الفتره القادمه في تدريبات قبل السفر صباح يوم الاحد القادم، هل لدى الجهاز الفني فكر قبل السفر الى الجزائر وتحديدا الى سطيف اداء تدريبات على ملاعب نجيل صناعي هنا في مصر قبل السفر، ولا الجهاز هيكتفي فقط بالتدريب على النجيل الصناعي اول ما يوصل الجزائر؟ بالفعل يمكن بعقب انتهاء المباراه النهارده غدا باذن الله يكون راحه لتخطيط بعض الوقت كده للافات بالنسبه لفريق النادي الاهلي اللي بتدخل بقى في المرحله النهائيه للاستعدادات، على ما اعتقد بنسبه كبيره محمد ان ممكن يكون في اختيار موفق لمنتخبات الكابتن محمد يوسف ان هم يعملوا تدريبه على احد النجيل الصناعي، لان هناك في الجزائر ان شاء الله النادي الاهلي ده اللي احنا يمكن عرفناه من كابتن سمير عادل المدير الاداري هيكون طبعا سابق في الكاس متواجد كالعاده،
يتم الاتفاق على تمرينتين، تدريب على الملعب الرئيسي ملعب 8 مايو وهو نجيل اسماعيل، وايضا كمان تدريبه قبليه ان شاء الله اليوم او يوم الوصول باذن الله تكون على احد الملاعب ايضا في نجيل اسماعيل. انا بقول لك يمكن لو مستشفيات الكابتن محمد يوسف اخذوا هذه الخطوه ان هم يكونوا في القاهره في تدريب صناعي ياخذوا الاحساس بتاع نجيل اسماعيل هنا في القاهره هيكون امر مهم جدا، لكن اكيد بنسبه كبيره محمد هيتحدد ان شاء الله عقب الاجازه يوم بعد الاجازه ان شاء الله هيكون في استفسار مع الكابتن محمد يوسف لتحديد هذا الامر. لكن زي ما بقول لك الترتيبات كلها يمكن بالنسبه للجزائر كابتن سمير عدلي كابتن محمد يوسف ترتيبات على قدم وساق مع فريقنا هناك في الجزائر ان شاء الله باذن الله محمد زي ما بنقول استفادنا كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي وباذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. كريم احمد مراسلنا من ملعب مختار التتش بالجزيره بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاطلاله عقب فوز الاهلي في المباراه الوديه امام المصريه للاتصالات بسداسيه نظيفه والاطمئنان على حاله اللاعبين. زميلي بالتاكيد بنطمئن على الفريق في المرحله القادمه. مهم جدا كمان ناكد ان الاهلي هيخوض مباراه الصيف على نفس الملعب اللي فريق المصري خاض عليه نفس المباراه امام اتحاد العاصمه، نفس الملعب امام اتحاد العاصمه وفاز عليه هناك في الجزائر بهدف مقابل لا شيء، وحاله الملعب تعتبر معروفه للجميع، ملعب نجيل صناعي من الجيل الرابع احدث الاجيال في ملاعب النجيل الصناعي هناك في الجزائر. وكريم طبعا محمد قال كلام مهم طبعا الكابتن سمير عدلي هناك، ولكن هو قال الاهلي هيتدرب تمرينتين بيحاول يشوف ملعب ثاني وفقا للائحه الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. تدريبتين على الملعب، تدريبتين على الملعب الرئيسي اصلا، طالما الملعب ترتان انت مش محتاج تدور على ملعب، ربما بس المعلومه عنده مغلوطه او ربما هناك الامور الملعب في حاجه تمرنوا تدريبه بره، لكن طبيعي جدا ووفقا لقواعد الاتحاد الافريقي ان الملعب اللي هيكون فيه نجيله صناعيه او ترتان من حق الفريق الضيف انه يتمرن تمرينتين في وقت وميعاد المباراه، يعني مش ليله المباراه بس، لا يتمرن تمرينتين، والنادي الاهلي بعت خطاب رسمي بذلك ان شاء الله الاهلي يتمرن تمرينتين، لان طبعا امور النجيل الصناعي احنا عارفينها، دينا بس كابتن وليد سليمان هو اللعيب اللي تبقى عنده مشكله مع الترتان وده طبيعي جدا، لكن ان شاء الله وليد لعب كتير على ملاعب ترتان، ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يا محمد قدها ودود وان شاء الله يقدروا يرجعوا ان شاء الله من الجزائر وهم ان شاء الله متاهلين لنهائي افريقيا باذن الله، لان الفوز بالبطوله الافريقيه هذه المره مختلف كثيرا، مش هنتكلم عن التتويج القاري او البطولات القاريه، لان الاهلي الحمد لله ماشي في المساله دي بخطى ثابته وهو نادي القرن في القاره الافريقيه، لكن كمان فوزك بالبطوله الموضوع الافريقيه الموضوع القرن ده محمد خد يعني كل شويه يطلع لنا واحد بورقه يقول لك معايا ورقه وانا وانا وانا، انا عايز الناس بس تبقى على قدر الثقافه والعقل، مش اي ورقه مكتوب عليها كلمتين وعليها يعني ختم دمغه قديم او اي طابع قديم او حاجه، ده انا بقول على الهوا اهو، اي واحد معاه ورقه بتقول اللي فيه نادي غير النادي الاهلي نادي القرن دي مسؤوليه قانونيه عليك لان انت مزور. انا بقول لك تاني اهو، اي واحد معاه ورقه بيقول بيدعي ان مكتوب عليها ان نادي الاهلي مش نادي القرن اقول له انت مزور، ومش ما بحبش اقول له راجل، ولو الموضوع بسيط خالص انا بتكلم بلغه ده، لو انت حاسس ان الموضوع ده بجد تعالى هنا واحنا نعرض لك الورقه دي على شاشة قناة الأهلي ونفهمك مين ضحك عليك واداها لك، انت مش صغير، انت مش صغير، وما ينفعش تطلع بورقة، اي حد يطلع لي بورقة ويقول لي اصل نادي القرن ونادي ونادي ونادي، ونسخن جماهير محترمة على بعض والناس تخش والسوشيال ميديا يعني افتعالات رخيصة جدا جدا، لكن بالله عليكم هل الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي و و والقضية حسمت وكل شوية الناس تطلع، لكن الجديد بقى ان واحد معاه ورقة وبيقول لك ان انا معايا ورقه وده الفاكس اللي اتبعت لنادي الزمالك واتبعت، ياه احنا وصلنا للمرحله دي يا جماعه، يعني احنا فعلا وصلنا للمرحله دي، احنا وصلنا للهزار ده والناس مصدقه نفسها، عايز اقول عيب، عايز اقول ما يصحش، عايز اقول احنا ناس كبار، لكن انا بقول اوعى الورقه دي تقعد معاك لان انت مزور، اوعى حد يمسكها معاك هتتحبس بيها ولا ايه يا محمد؟ طب هنتكلم بشكل مؤسسي، لو عندك ورقه واثق منها روح اشتكي للمحكمه الرياضيه الدوليه يا محمد، سهله جدا وبسيطه، بس ما يقدرش يعني هو يا عيني حاسس ان هو او غيره اي حد طلع ورقه ويتكلم حاسس ان معاه ورقه يعني ما ينفعش، ما هو طلوع الورق كتير على الهواء ممكن بيدي الناس انطباع ان الورق ده كتير وفيه وفيه وفيه، لا ناس بتتداول اوراق كمان على الفيسبوك تقول لك اصل ده والاهلي هو مش عارف رقم كام وده رقم كام وبالترتيب وبالنقاط، يعني يا جماعه انتوا بتستغفلوا الاتحاد الافريقي ولا بتستغفلوا الاتحاد الدولي ولا بتستغفلوا الاتحاد المصري، بتستغفلونا ولا بتستغفلوا مين يا اخوانا؟ اخوانا والله عيب بجد، الناس بتضحك علينا، الناس بتضحك علينا، فقرات التسليه
اللي بقت في بعض البرامج الرياضيه بقت دمها تقيل قوي، خاصه انك بتطلع تالف كده وانت نايم بتحلم حلم جميل، وانت اما بتصحى لا تدرك ابدا ابدا انك صحيت. يعني انت مش حاسس انك صحيت، وبالتالي بتكمل الحلم. يا سيدي احلام سعيده بس احلم بعيد عننا. معانا يا محمد النهارده؟ معانا حاجات كتير، لكن انا محتاج الى اسواتيني. طبعا مملكه سوازيلاند سابقا، النهارده كانت في مباراه رسميه مهمه جدا في الجوله الرابعه من تصفيات كاس الامم المؤهله الى الكاميرون باذن الله منتصف العام القادم. بينضم لنا دلوقتي على التليفون زميلنا عاطف شادي الناقد الرياضي، وهو هناك في اسواتيني مع منتخبنا الوطني بعد الفوز في هذه المباراه والجوله الرابعه بهدفين مقابل لا شيء. عاطف، اولا برحب بيك، وتمنياتي بقى للمنتخب باذن الله برحله تعوده ان شاء الله تكون موفقه وما يكونش فيها اجهاد على كل اللاعبين وعلى البعثه بالكامل. حبيبي يا محمد، انا سعيد ان انا معاك وسعيد مع الاستاذ ايهاب الخطيب. تحياتي يا عاطف، تحياتي وموفق، وعايز اقول لك انت مديت مصر كلها بالمعلومات، وشغل دايما دايما متميز فيه بالفعل. ودايما بتبعت لنا شغل وبتسري الساحه الرياضيه بوجودك عاطف في اي سفريه. تحياتنا ليك وتحيات الاعلام المصري، الناقد رياضي محترم زيك، ربنا يخليك يا عاطف. لو النهارده واقف ورا المرمى بصراحه مش عايز يفوت لقطه، يعني بصراحه شغل هايل جدا جدا يا استاذ عاطف بامانه. ربنا يخليك يا محمد، شهادة اعتز بيها انت والاستاذ ايهاب، والله ده دورنا والحمد لله باذن الله نقدر نكمل على كده، واهم حاجه المنتخب بكامل مشواره ان شاء الله بشكل رسمي. احنا اعتقد ان احنا وصلنا لكاس الامم الافريقيه، تونس فازت على النيجر اعتقد يعني وفقا للي بيتقال لنا دلوقتي، فبالتالي احنا الحمد لله باذن الله كاس الامم الافريقيه المره الثانيه على التوالي، ربنا يكرمنا سواء بقى في الكاميرون او المغرب. لسه من عقبال كاس العالم يا عاطف، عايزين بقى كاس العالم. عايزين نطلع سوا المره دي برضو، وشنا حلو لغايه الطلوع، بس بعد كده بقى ما يبقى معانا محمد سعيد عشان يكمل وش الحلو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب عاطف، مباراه تونس والنيجر، يعني زملائي في الاعداد لسه بيبلغوني ان تونس فازت على النيجر، وبالتالي تاكد رسميا خلاص بشكل رسمي مصر وتونس تاهلا الى نهائيات كاس الامم. انطباع يعني اجيري عقب المباراه والجهاز الفني وحاله اللاعبين بعد الفوز اليوم على اسواتيني بهدفين مقابل لا شيء. مش قادر اقول لك اوصف لك السعاده اللي موجوده للاعبين، سواء اللي لعب او اللي ما لعبش. محمد، في روح كده جيده ما بين اللاعبين، كلهم مبسوطين في حاله سعاده ورضا على اللي شارك او اللي ما شاركش. اهم حاجه منتخبنا بيأدي بشكل كويس، برغم بقى ممكن تقول تتكلم الناس كلها ممكن تتكلم ان منتخب مصر ما لعب مثلا مع سوازيلاند او النيجر، منتخبات تكاد تكون ضعيفه الى حد كبير، ولكن خلينا برضو نقدر نقول ان انت مسجل 12 هدف في ثلاث مباريات، ده رقم كبير جدا في التصفيات، ما هيفرق معاك في المباراه الجايه. انت عندك ان شاء الله تونس باذن الله تحدد ليها بنسبه كبيره يوم 15 نوفمبر المقبل في القاهره، لو كسبت تونس فرق هدف او نفس الهدف، احنا خسرنا المباراه اللي هناك تونس خسرناها بهدف، فانت لو كسبت هدف اعتقد فرق الاهداف كمان هيكون في صالحك، انت ممكن تتصدر قمه المجموعه، وده شيء جيد هيفرق معاك في التصنيف. مهم قوي ان انت تتصدر المجموعه عشان تبقى على راس مجموعه في بطوله الامم الافريقيه 2019، وده مهم قوي هيسهل من مهمتنا ان شاء الله. هيفرق معاك في التصنيف فعلا. طبعا اللعيبه كده زي ما بقول لك مبسوطه في حاله من الفرح والسعاده. اجيري كان في المؤتمر الصحفي بعد المباراه اتكلم، قال ان احنا منتخب سوازيلاند برغم ان الناس بتقول ان هو منتخب فنيا ضعيف، ولكن هو منتخب قوي جدا، شرس تلعب على كل كوره، ان انت صعب ان تاخد منه كوره في ارض الملعب، ولكن احنا الحمد لله قدرنا نفوز. اتكلم كمان على ان المنتخب بيسجل 12 هدف في ثلاث مباريات، وده شيء كويس جدا، وما كانش شباكه غير هدف واحد في المباراه اللي فاتت امام سوازيلاند، ده شيء محترم قوي بالنسبه لنا. كمان شكل الفرقه هجوميا اتغير، انت في عن الوضع اللي فات، لكن برضه ما نقدرش نقلل من الجهاز الفني السابق سواء المستر هيكتور كوبر، لان الناس دي امانه لعبت فرق هي الاقوى على الساحه الافريقيه، سواء نيجيريا سواء المغرب مالي غانا، منتخبات قويه جدا قدرت تفوز عليها سواء في امم افريقيا او في كاس الامم وكاس العالم، لكن احنا الحمد لله اعتقد ان البدايه بتاعتنا او الشكل اللي ممكن نظهر بيه بقى والناس تقدر تحكم على شكل المنتخب، المباراه اللي جايه ان شاء الله امام تونس 15 ده هتبقى فارقه معانا قوي. طيب استاذ عاطف، استاذ عاطف في جزئيتين، اولا كيف تغلب اجيري على غياب محمد صلاح
وفكرة الدفع بحسين الشحات في هذا المركز، كيف كانت رؤيته وانطباعه على أداء حسين الشحات عقب المباراة؟ وبرضه محتاج أطمن منك على حالة أحمد حسن كوكا الذي تعرض لإصابة أثناء المباراة. خلينا اقول لك ان يعني حسين الشحات النهارده نلتمس له العذر، هو بالنسبه لي او بالنسبه للمشاهدين والناس كلها شافت، هو ما اقنعش او ما قدمش الاضافه اللي ممكن طبعا اللي كان بيسيبها محمد صلاح في تشكيله المنتخب ودوره. محمد صلاح عنصر مهم جدا، واجير النهارده وحتى احمد حسن وحتى احمد محمدي في المؤتمر الصحفي الصحافه السوزلنديه كلها كانت بتسال على محمد صلاح وتاثيره، كلهم كانوا بيتكلموا طبعا محمد صلاح مؤثر بالنسبه لنا، لكن حسين الشحات اعتقد ان هو محتاج لسه بعض الوقت في الفتره اللي جايه، عشان كده حصل التغيير مع بدايه الشوط الثاني بالدفع باحمد حسن كوكا جنب مروان محسن عشان يزود القوه الهجوميه، لكن محمد صلاح لا غنى عنه في المنتخب، محمد صلاح لازم يبقى موجود في الفتره الجايه باي حال من الاحوال. النقطه الثانيه، احمد حسن كوكا وفقا للجهاز الطبي عنده اشتباه في تمزق في العضله الاماميه، وممكن يغيب لمده 3 أسابيع عن مباريات المنتخب او مباريات فريقه في الدوري اليوناني. بنتمنى له هيعمل اشعه ان شاء الله مجرد الوصول للقاهره، ونطمن عليه ونعرف الاصابه بشكل كامل، ان شاء الله باذن الله تطلع حاجه خفيفه وباذن الله يكمل مع فريقه بشكل طبيعي. باذن الله تيجوا بالسلامه ان شاء الله. استاذ عاطف، اخر حاجه، يعني البعثه ان شاء الله تصل فجر غد ولا لسه في وقت على ما توصلوا؟ دلوقتي وانا بكلمك فندق البعثه بتنهي وجبه العشاء، وهيركبوا دلوقتي في طريق مطار سويسرلاند. المفروض من الطياره الخاصه تتحرك الساعه 9 بتوقيت القاهره وتوصل 7 صباحا توقيت برضو القاهره. عندنا لعيبه، في 2 لعيبه هيتظلموا مع البعثه طبعا، احبهم محمد النني وعمرو ورده. محمد النني بمجرد وصول البعثه الساعه 7 صباحا من القاهره هيتوجه الساعه 9 و10 للندن عشان عنده طياره عشان يرجع ينضم لتدريبات فريق ارسنال. كمان عمرو ورده عنده طياره الساعه 9 لليونان. بعد كده بقى هيبقى في رحله مجهده جدا طبعا للثنائي علي غزال وعمرو طارق المحترفين في الدوري الامريكي والكندي، عندهم رحله مجهده بعد 10 ساعات طيران، بس ان شاء الله كله خير باذن الله. ان شاء الله يا استاذ عاطف تيجوا بالسلامه ان شاء الله، وكل التوفيق ليك وللبعثه الاعلاميه ولمنتخبنا الوطني والقادم افضل باذن الله. يعني انتصار مهم جدا لمنتخبنا الوطني، لكن شفت التجربه ازاي؟ وهل هو طبعا الجهاز الفني حظه كويس ان البدايه في التوقيت الحالي كجهاز فني جديد مع المباريات الرسميه بالشكل ده مع الفرق مش بنفس القوه اللي ممكن نواجهها في البطولات الافريقيه، لكن الفتره القادمه مع مباراه تونس مع الفتره القادمه ممكن نشوف اداء بالفعل مختلف، ولا دي طفره نتيجه الاداء مع فرق بحجم النيجر او اسواتيني؟ مفيش شك يا محمد ان هم يعني الجهاز الفني واللعيبه اللي بتاخد فرصه حظها كويس جدا انها بتبدا مع مباراه زي دي، نيجر اسواتيني مباراتين. مباراة تونس مش هتكون المقياس الكبير، المنتخب التونسي مش في أفضل حالاته، مش هو المنتخب التونسي اللي كان هازم المنتخب المصري في بداية التصفيات، عنده مشاكل كبيرة، بيكسب النيجر بهدف على ملعبه بصعوبة وبيكسبها في ملعبها بهدف بصعوبة، فبالتالي مش هو ده المنتخب التونسي اللي كان في الفترة اللي فاتت بشكل كبير، عندهم مشاكل كبيرة في التيم. المنتخب المصري قادر في المباراة الأخيرة يكسب المنتخب التونسي، يفنش المجموعة اول المجموعه. التحديات بقى هتبان في البطوله الافريقيه نفسها، الاتحاد الافريقي بيهنئ الاتحاد المصري وبيهنئ برضه الاتحاد التونسي بالصعود، برزنتيشن لسه بعت رسائل تهنئه للمنتخب المصري وللشعب المصري والاتحاد الكوره. ان شاء الله الفتره الجايه محمد تكون الانتصارات ويكون المنتخب المصري على قدر الموعد، لان في اعاده تحديث، في لعيبه جديده، في جهاز فني جديد، كل الدعم للجهاز الفني الجديد، كل الدعم لاتحاد الكوره واللعيبه في هذا التوقيت للمنتخب المصري. بالتوفيق يا رب لمنتخبنا خلال الفتره القادمه، لكن محتاجين بقى ندخل في حلقتنا بسرعه. النهارده يوم كروي عند جديد، استعداد الاهلي لمباراه وفاق سطيف، مباراه وديه النهارده كانت مع المصريه للاتصالات، فوز بسداسيه نظيفه، المنتخب فاز، فبالتالي النهارده يوم كروي وعندنا ضيف مهم جدا كمان في الاهلي الليله. اولا بدايه البرنامج النهارده عندنا حلقه مهمه جدا وفقره حواريه مع الكابتن علاء ابراهيم احد النجوم وصناع الاجيال اللي كان في جيل اواخر التسعينات مع بدايه الالفيه الجديده واللي عمل انتصارات عديده وكان ليه بصمه كبيره جدا وقادم من المنيا وكان طفره مهمه جدا في خط هجوم فريق النادي الاهلي. كابتن علاء ابراهيم ضيف مع زميلي العزيز ايهاب الخطيب في الفقره الحواريه الاولى. الفقرة الحوارية الثانية مع أحد نجوم فريق النادي الأهلي، وللبعض ابتدى يطلق عليه البديل المناسب أو
افضل بديل ينزل وبالتالي يشارك ويحرز اهداف خلال المباريات الاخيره، وهو النجم محمد شريف القادم بسرعه الصاروخ من وادي دجله، وظهر بشكل جيد مع فريق النادي الاهلي وقت ما بيطلبه الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريسا كارتيرون. فقرة حوارية مهمة جدا كمان عشان جمهور الأهلي يطمن على حالة الفريق ويشوف استعدادات الأهلي للمرحلة القادمة، ويسمع محمد شريف بقى في هذه الأقاويل وفكرته كبديل ثم أساسي في المباراة الأخيرة. والفقرة الثالثة مع زميلي عمر ربيع ياسين، بالتأكيد الفقرة العالمية جزء مهم جدا في برنامج الأهلي الليلة، نعرف منه بقى الجديد والكواليس في الكرة العالمية والدوريات في ظل ان تأكيد الأجندة الدولية خلال الفترة الحالية للمنتخبات ودوري الأمم الأوروبية، فبالتالي عنده تفاصيل كثيرة في الفقرة الحوارية الثالثة. ثم عندنا إطلالة كده إخبارية مع أولمبيات الشباب في الأرجنتين، هنشوف إنجازات المنتخبات الوطنية في أولمبيات الشباب في بيونس آيرس في عاصمة الأرجنتين، ثم كمان هنتابع تقرير مهم جدا مع جماهير الأهلي في كل مكان. لكن سريعا نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل الفقرة الحوارية الأولى لزميلي العزيز إيهاب الخطيب مع الكابتن علاء إبراهيم. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي. اولى فقراتنا الحواريه النهارده في الاهلي الليله فقره حواريه مميزه جدا، لان معاه واحد من نجوم كره القدم المصريه ونجوم النادي الاهلي والمنتخب المصري، مهاجم فريد جدا ومهاجم فاز، والنهارده كانت فيه مباراه للمنتخب المصري. لما بقى عندنا ضيف بقى كروي وتير ونتكلم في كوره بتبقى حلقه حلوه. كابتن علاء ابراهيم مشرفنا ومنورنا يا كابتن. اهلا ايهاب، سعيد صديقي العزيز طبعا، واهلا بيك واهلا بجمهور النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن. مباراه مهمه للمنتخب المصري، قدر يصل لبطوله افريقيا 2019 في الكاميرون. اجيري ماشي بشكل كويس، كلام كتير جدا بتقال على الجهاز الفني، لكن بالارقام ثلاث مباريات سواء كانت مباراه نيجر سداسيه سواتيني او سوازيلاند المباراه الاولى 4 اهداف، في مباراه النهارده 2، فالمنتخب ماشي بشكل كويس وفي تحديث ولاعيبه جديده، فاعتقد ان الشكل العام للمنتخب المصري مميز جدا. يعني بدايه مش عايزين ان احنا يعني نبالغ في الفرحه قوي، لان ده الطبيعي بتاع منتخب مصر ان هو يوصل طبعا يعني كاس امم النهائيات. احنا دايما يا بنحقق البطوله يا بنوصل للمباراه النهائيه، فده الطبيعي بتاع منتخب مصر. الحقيقه في وجهه نظري احنا يعني بدري قوي عشان نحكم على مستر اجيري والجهاز الفني الجديد بقياده مستر اجيري وكابتن هاني رمزي، لان الحقيقه الثلاث مباريات مش هم الثلاث مباريات اللي احنا نقدر على نحكم على منتخب مصر او على البصمه بتاع مستر اجيري. يعني واضح ان في يعني نزعه هجوميه احنا كنا مفتقدينها الفتره اللي كان فيها مستر كوبر. كان بيلعب كل الماتشات بطريقه واحده يا كابتن، يعني ما يعني مستر كوبر يعني طريقته كان مختلفه شويه عن الكره المصريه شويه. احنا بنحب الكره كويسه، يعني حتى احنا لما بنحب لما بنخسر حتى بنخسر واحنا مقدين بشكل كويس وبنهاجم وبنضيع، لكن مستر كوبر كان يعني عنده الراجل فلسفه ونحترمه لانه ليه وجهه نظر، مدرب ليه وجهه نظر وليه طريقه لعب. وبالارقام ارقامه مع المنتخب مميزه، هيذكروا التاريخ انه اهلنا كاس العالم ووصل بعد غياب بطوله افريقيا ووصل فاينل افريقيا بالظبط. لكن هو ليه طريقته وليه اسلوبه واحنا نحترمه. مستر اجيري واضح ان في تغير شويه ملموس لطريقه اللعب مع مستر اجيري في الناحيه الهجوميه، لكن الحقيقه الثلاث مباريات احنا ما نقدرش نحكم على لا شغل مستر اجيري ولا على شكل منتخب مصر، لان ثلاث مباريات يعني في المتناول. النيجر فرقه برضو يعني على قدها، سواتيني او سوازيلاند الحقيقه ماتش ثلاث يعني النيجر المنتخب التونسي بيكسبها على الارض 1-0 بالعافيه، وبيكسبها في بلد يعني في على ارضها 1 برضو بالعافيه، فبرضه وانت بتكسب يعني سداسيه، ويعني ان كان الفريق بيبقى قليل فنان شويه، لكن ممكن تشوف فيه حاجه، تشوف فيه شكل في التشكيل، تشوف فيه اداء هجومي اكتر، تشوف فيه غزاره اهداف. هل ده برضه بقى
هي يعني احنا مش هنقدر نحكم لان كل مباراه طبعا ليها ظروف. يعني النيجر قدامنا كان ليها ظروف، احنا برضو لما جبنا جون بدري الدنيا اختلفت خالص. احنا برضو الجمهور مدي حافز كبير جدا. مستر اجيري برضو اول مباراه ليه بالنسبه للنيجر، عايز يقول للناس وخطط لعبه وشكل واضح ان الراجل ليه بصمه بس مش واضحه، ما نقدرش نقيم عليه منتخبنا لان الحقيقه ان عندنا برضو شويه مشاكل نقدر ان شاء الله نتلافاها بعد كده. انا في وجهه نظري الاختيارات برضو بتاعت مستر اجيري عليها علامات استفهام كتيره، في لعيبه برضو ما بتشاركش في انديتها وبياخدها وبتلعب اساسي، الحقيقه برضو عليها علامات استفهام. في طبعا اكيد في لعيبه جديده زي احمد علي كان الحقيقه مش محظوظ اصابه، اه مصاب، لا لعيب يستحق ان هو مضمون بالفعل بس الاصابه بالظبط يستحق. حسين الشحات النهارده بنشوفه، احنا محتاجين ان احنا نشوف يعني الوجوه الجديده دي. خصوصا انا في وجهه نظري ان المنتخب ومدير الفني المنتخب عنده مشاعر عريضه جدا ومش مرتبط ب ب ب يعني مش بلاعب بالظبط، مش مرتبط كمان بشكل اساسي، لان هو في الفتره دي في الماتش مثلا بتاع سوازيلاند بياخد افضل العناصر في الفتره دي. اكيد في الفتره دي اكيد هنلاقي ناس بزغت زي مثلا احمد علي لما ماشي كويس الفتره دي لازم يبقى موجود ولازم يبقى ليه تواجد ولازم ياخد فرصته الحقيقه. فانا في وجهه نظري ان كان لازم مستر اجيري يبقى عنده الفلسفه دي، اعتقد يعني على مضض شويه. انا شايف ان برضو في يعني شويه الاعلام برضو حته توازنات بين الانديه، الحقيقه مش عايز اشوف الحاجات دي، احنا يهمنا مصلحه المنتخب مصلحه بلدنا مصلحه يعني مصر. انت حاسس ان اختيارات المنتخب حتى الان فيها بعض من المجاملات؟ اه طبعا فيها حاجات، طبعا فيها حاجات يعني في توازنات بين انديه، فيها واضح ان في لعيبه مش عايز اقول مقتنع بيها لكن في لعيبه ما بتشاركش في انديتها واللي هم اساسيين برضو، ده علامات استفهام. يعني مش عايز اقولها على اسماء طبعا عشان ما احرجش حد يعني، وخلي بالك وعندنا ومن النادي الاهلي يعني مع احترامي الشديد لمنور محسن، منور محسن ما بيشاركش في النادي الاهلي كويس، بيهدف مع المنتخب، لا مش بيهدف بيبدا بيلعب مع المنتخب عشان يروح المنتخب في الفتره دي، اعتقد يعني علامات استفهام يعني صلاح محسن ولا مروان الفتره دي. ما هو صلاح كان مصاب معلش بس كان اختياراته مع يعني حتى صلاح لا راح مع المنتخب الاولمبي طبعا. ولا راح مع المنتخب الاول، في لعيبه برضه بتلعب في انديتها ما خدهاش يعني لكن مروان ما شاركش مع النادي الاهلي، يا اصابه يا احتياطي، ولما بيشارك صلاح محسن بديل لكن ما بيشاركش اساسي، ازارو بيشارك. الحقيقه يحسب لمستر اجيري علي غزال. انا شايف ان علي غزال يعني ممكن اختلف مع بعض الناس، انا شايفه في حته الهاف ديفندر دي الحقيقه بيعملها بشكل كويس قوي، تحركاته يعني خصوصا وهو مش معاه كوره جامده جدا الحقيقه. يعني انا معجب بطريقته بطريقه غريبه جدا. علي غزال كويس الفتره اللي فيها مع كابتن شوقي، لعب مساك ربما تكون مساك. دي لا لا كانش لا مركزه هو ما كانش برضه لسه تقل اعتقد في في في, في احنا بنتكلم في كام 4-5 سنين مثلا بالظبط، اعتقد اللعب كتير والاحتراف اعتقد فرق معاه كتير جدا، وجوده قبل كده فرق معاه برضه، اتعلم من الاخطاء اللي كانت اتعلم موجود. طبعا مكانه الديفندر يعني ماتش السواتيني اللي فات الحقيقه اي مساك او اي باك بيطلع بتلاقي اوتوماتيك كده تحركاته غريبه جدا الحقيقه مميزه جدا، احساسه حلو في الملعب، بينزل تحتيها بشكل كويس، كورته سليمه، بيعرف يغطي قوي. لا الحقيقه انا اعتقد في وجهه نظري ان من مكاسب المنتخب الفتره دي علي غزال. تمام، اعترضت على مروان محسن وقلت انت شايف ان يعني علامات استفهام على ضمه في الوقت ان المهاجمين اللي موجودين في الدوري المصري احمد علي انضم بقى كان مصاب وخرج، ربما يكون الجهاز الفني شايف انه التكوين او خبرات مروان وراجل جاي من كاس العالم يستحق انك تحافظ عليه في الفتره الجايه. يعني هي بتبقى طبعا قناعات، اكيد هو مقتنع بامكانياته، شايف ان هو بينفذ له اللي هو عايزه، وده حاجه طبعا يعني ما فيهاش جدال، لكن انا بتكلم ان القماشه بتاعت المنتخب قماشه عريضه يعني نرجو النهارده. كوكا ايه رايك فيه؟ في المنتخب؟ في مروان نفسه؟ كوكا احمد حسن كوكا والله كوكا الحقيقه الدوري اليوناني هو في اليونان دلوقتي مش كده؟ انا مش متابع فيه ما بيذاعش طبعا على القنوات، لا على ادائه يعني الفتره اللي نزلها والاداء. بص هو يعني انا ككوكا لعيب كويس لكن منتخب مصر لا محتاجين حد يعني انت مهاجم وشايف ان هجوم منتخب مصر كده في يعني
مش فايق. يا نفسي نفسي انا بصراحه صح نفسي, نفسي اشوف عمرو زكي, نفسي اشوف عماد متعب, يعني نفسي اشوف حسام حسن, نفسي على ابراهيم يعني نفسي يعني نفسي. يعني منتخب مش قوي, لكن اقدر اقول لك الثلاث اسماء عماد متعب عمرو زكي كابتن حسام حسن, لا محتاجين الحقيقه في الاوضه بالشكل ده. طب دي مواهب يا كابتن, يعني الجهاز الفني يجيبهم منين؟ معلش بس انت عندك برضو لعيبه رشح يا كابتن, يعني انت اقول في الدوري المصري في فلان زي متعب زي عمرو زكي زي حسام حسن مع أنا في وجهة نظري عمرو مرعي الحقيقة لازم ياخد فرصة. عمرو مرعي متابعه في الدوري التونسي؟ طبعا ولسه بيجيب اجوان ويمكن الأسبوع اللي فات هداف الدوري هنا. طبعا يعني يعني أعتقد يعني إمتى هياخد خد فرصة مع كوبر؟ مع كوبر احنا دلوقتي مع معلش كوبر أكيد هم هيشوفوه, بس أنت شايف إن ده واحد ماشي واحد من الناس كويس. اللي هي ممكن تاخد عمرو مرعي مين تاني؟ عمرو مرعي طبعا أحمد علي برضو الفترة اللي هياخدوه أكيد لأن هم عينهم عليه شايف يعني الحقيقة كده يعني معظم يمكن أنا مش محضر دلوقتي الفراودة كلهم يعني عندك فرود وجاي مركز على الحتة دي يعني مش متابع قوي يعني للفراودة لكن في ندرة فعلا يا كابتن في الفراودة مش دلوقتي بس احنا منتخب مصر بنلاقيش فيرو ونلعب بيه في الفتره اللي فاتت في حته نظره الهجوم دي شايفها ازاي؟ والله مش عارف مشكله كبيره يعني حتى لما في النادي الاهلي لما اجي ابص على الدكه او هجوم النادي الاهلي بلاقي مثلا ازارو صلاح محسن برده لسه صغير مروان محسن اصاباته كتير وبرده بيبعد ادي ثلاثه اللي هم اللي بعديهم برده احمد ياسر ريال الاول انا كنت بلعب في الاهلي لا يعني كان حسام حسن كان علي ماهر كان كشري كان محمد فاروق كان احمد بلال كان اسامه حسني وكان لسه عماد كمان كان طالع يعني الحقيقه كانت يعني مشكله كبيره جدا طبعا ولو عديت في الفرقه الثانيه كان في مين كانت مليانه برضه فهي طبعا كان في مواهب لو الزمالك هنقول عبد الحليم علي هنقول حميد بسيوني لا هنقول ناس كتير وليه صلاح عبد اللطيف ابو جريشه في الاسماعيلي يعني ابو جريشه طبعا ففي في كل فرقه كان في لكن هو واضح ان في ندره في هذا المركز هو يعني في ندره ده الموهوب فرود الهداف ده فرود الصندوق ما عادش موجود ولا طرق الكوره والاعتماد على الثلاثه اللي جايين من تحت وان احنا ماشيين مع الكوره العالميه وهناك في مواصفات ثانيه واحنا بنطبق هل العاملين مع بعض ولا هو عامل واحد ان المواهب قلت؟ لا هي الموهبه قلت في التهديف دي حقيقه يعني المهاجم يعني يعني حتى لو انت بصيت على اوروبا وعلى العالم وعلى العالم كله هتلاقي مثلا يعني خمس ست فراود اللي هتطلعهم كافاني يعني شويه سواريز انا ما اعتقدش نيمار فرود ما بصنفوش فرود يعني ولا رونالدو كمان فرود ولا ميسي فرود ادي الاثنين فراوده يعني ساديو ماني وبرده بتتكلم على الاسترايكر الصريح الفرود الصندوق يعني كافاني يعني اقدر اقول حد زي كافاني كده مثلا بدماغه ماشي برجله ماشي بالظبط يعني حاجه محتاجين حد كده في مصر يعني بص يعني مش حاسس ان احنا يمكن قريت من فتره كده ان في هيعملوا حاجه زي المواهب ويصقلوها مع المدربين سمعت كابتن احمد حسام ميدو تقريبا هو اللي هيبقى ماسك الموضوع ده دي حاجه مهمه جدا احنا محتاجين حاجه زي كده مواهب وتقدر تعيش كويس في جو كويس اعتقد ممكن تختلف في الكره المصريه لان واضح ان الانديه عايزه تجهز يعني النادي الاهلي بقيمه النادي الاهلي بنشين النادي الاهلي بقطاع نشين النادي الاهلي كله بيشتري لعيب زي صلاح محسن بكام مليون وناشئ يعني برضه لا موهبه كبير لا طبعا لعيب انا اغلبك انا من الناس اللي مقتنع بيها جدا صلاح محسن وعايز اقول لك ان هو اللعيب تحس انه برضه مهاجم صندوق طبعا يعني لما بيروح في الصندوق وتلعبه كويس تحس انه مهاجم صندوق يمكن احنا لسه بنتكلم شويه على علي غزال قلنا علي غزال تحركاته الفتره دلوقتي عالي قوي ده حقيقه مظبوط الفتره اللي فاتت لا صلاح محسن مش هنحكم عليه دلوقتي كمان يعني شوف ان هو المره دي بيحضر وبيلعب منتخب ونادي اهلي اساسي ما شاء الله لكن صلاح محسن لسه جاي ان شاء الله عليه برضه انه يستغل ويثبت نفسه اكتر طبعا طبعا لا النادي الاهلي الحقيقه انا شايف فيه يعني كذا لاعب الحقيقه في وجهه نظري هيبقوا نواه للناس اللي موجوده يعني شايف اكرم توفيق شايف احمد ياسر ريان شايف صلاح محسن الحقيقه كل اللعيبه دي ناصر ماهر من اللعيبه الهايله جدا الهايله جدا اتمنى انه دماغه تتعدل شويه عشان ربنا يكرمه ان الولد ده فعلا لعيب كويس جدا ومحتاجينه النادي الاهلي محتاجه النادي الاهلي ومحتاجه مصر كمان منتخب مصر محتاج نوعيه ناصر ماهر ان شاء الله يأدوا بشكل كويس جدا لكن زي ما بنتكلم ان في ندره من المواهب يبدو ان الفتره الجايه في مواهب كتير بنتكلم في كل اللعيبه اللي انت اتكلمت عليها لعيبه صغيره في السن ومراكزها مختلفه على الرغم ان احنا كنا بنقول ان الكره المصريه ما فيهاش مواهب الفتره اللي فاتت وركزنا معاك على الفيرود او الاسترايكر الصريح او المهاجم لكن لما كنت تيجي تبص برضه الفتره اللي فاتت على الديفندرات
ما تلاقيش. تبص على حراسة المرمى يعني المنتخب لعب في كاس العالم كان الحضر رايح بطولة افريقيا اساسي وبعد كده الشناوي جه من ورا وقف، فالامور برضو تحس ان الدوري لم ينتج الفترة اللي فاتت الموهبة الكبيرة اللي احنا شايفينها بعد صلاح والنني وتجربة احتراف مميزة جدا خارج مصر. ما فيش المواهب التقيلة في الكرة المصرية اللي تقدر تشاور على حد تقول اهو ده يقدر يسد او يلعب في فرقة كبيرة او يلعب بره مصر. دي حقيقة طبعا، احنا حتى الناس المحترفة عندنا بقى عندهم مشاكل. يعني رمضان صبحي للأسف ما بيشاركش، مصاب يعني يعني خلاص ثلاث شهور إصابة ما ادكش اللي هو يعني برضو يعني ما ادناش برضو القوة. يعني بنأمل في تريزيجيه مثلا ان هو يعمل لنا طفرة ماشي بشكل كويس، نأمل ان احنا انه يعمل لنا طفرة. احنا طموحنا في تريزيجيه ان هو يلعب في نادي اكبر من كده كمان. انني يعني بنتمنى ان هو يشارك بشكل اساسي على طول مع الارسنال. طبعا صلاح نعرف الفترة دي فترة صعبة عليه، ان شاء الله يعديها باذن الله ويقدر يرجع لمستواه اللي احنا. انا واحد من الناس وانا بتفرج على صلاح سعيد جدا لما بتفرج على الدوري الانجليزي. السنين اللي قبل اللي فاتت كنت انا من الناس المتابعه من الدوري الانجليزي، كنت بتفرج على عادي ماليش هدف. دلوقتي بستنى ماتش ليفربول وبستنى صلاح، دوري ابطال اوروبا بستنى صلاح. لا الحقيقه عمل لنا حاله جميله جدا، محتاجين كلنا نحافظ عليه ان شاء الله ويقدر يرجع لسابق عهده ان شاء الله. حاله كويسه. هتكلم معاك في كذا حاجه، هتكلم معاك وانت مهاجم اكيد جالك وقت كان عندك فيه عقم تهديفي كل المهاجمين بيجي لها، ده جزء اتكلم فيه. صلاح نفسه بقى اللي انت بتشيد بيه اصابته مع المنتخب، هينزل التدريبات في ليفربول يوم الخميس، يوم السبت في ماتش امام هيدرسفيلد قدامه رمضان صبحي، هيبقى رمضان راجع من الاصابه بعد ثلاث شهور غياب وجود محمد صلاح. قول لي بقى المهاجم اللي بيتعرض لوقت زي ده او لموقف زي ده وانت خلاص كتير لعدم التهديف وده حصل لك، المفروض اللاعب يعمل ايه في التوقيت ده؟ يعني شوف، هو انا في وجهه نظري ان الفتره اللي هيجي فيها ماتش منتخب مصر دي افضل فتره لصلاح تعمل له يعني ريفرش زي ما بيقولوا، ريفرش فعلا، لان لازم يشوف الفرحه زي ما انا بتكلم كده بقول ان انا فعلا يعني كانت امنياتي وانا بتفرج على الدوري الانجليزي زمان مش لاقي لعيب مصري، دلوقتي بستنى ماتشات ليفربول. كان محتاج صلاح ان يجي يشوف الفرحه ان هو ما بيمثلش نفسه. لازم محمد صلاح يفهم ان ما بيمثلش نفسه، لا ده محمد صلاح بيمثل مش مصر كمان، الدول العربيه كلها فعلا كل الناس بتستناه. فكان محتاج الدفعه المعنويه في بتاعه المنتخب دي. الحقيقه الماتش اللي جه عدد من الدول العربيه ما رشحوش طبعا لجائزه افضل لاعب كباتن فرق ومدربين، ودي كانت حاجه طبعا مخزله جدا. يعني مش هقدر اتكلم في الحته دي لان طبعا يعني هي بتبقى سياسيه اكتر منها رياضيه، يعني اعتقد في وجهه نظري يعني. فمش هقدر اتكلم في النقطه دي، يعني مش عايزين نزود الاحتقار اكتر من كده. يعني بنشكر الناس اللي ادته صوتها ونقول للناس اللي هم ما ادوش ان شاء الله يعني محتاجينهم معانا تيد واحده، محتاجين العرب كلها تبقى في ايد واحده نتجمع. احنا يمكن الفتره اللي فاتت بعد ما كاس العالم الحقيقه وماتش السعوديه والتصرف اللي عمله محمد صلاح والكلام التصريح بعد الهدف اللي قاله، محتاجين احنا كلنا كنا متجمعين على على على, على شخص واحد على محمد صلاح. ما قالش حاجه بعد الهدف، مش كل ما يكتب انت عارف الكابتن بيبقى حاجات بيكتبوا حاجات كتير. لكن غياب محمد صلاح النهارده عن مباراه اسواتيني، هل شفته بالتاثير الكبير ولا لان المنافس متواضع ما ظهرش قوه غياب محمد صلاح؟ هو المنافس طبعا زي ما انا قلت لحضرتك، المنافس نايجر واسواتيني او سوازيلاند منافس متواضع الحقيقه. ما كناش محتاجين محمد صلاح بالشكل اللي هو، لكن احنا محتاجين محمد صلاح في تصفيات كاس العالم، محتاجينه في تصفيات افريقيا. لا مهم جدا محمد صلاح طبعا من اللعيبه اللي تصنع الفارق الحقيقه، بيصنع الفرق في ليفربول مش هيصنع الفرق في منتخب مصر. لا الحقيقه احنا محتاجين محمد صلاح بشكل كويس، بس محتاجين محمد صلاح بتاع الموسم الماضي مش بتاع الموسم ده. طب محمد صلاح بتاع الموسم الماضي، بدايه الموسم الماضي ما كانش صلاح في زهوته الكبيره دي، ما كانش افضل لاعب في الدوري الانجليزي، ما كانش هداف الدوري الانجليزي. اكيد اللعب على صلاح نفسه والفرق قدام صلاح بتختلف الامور من السنه اللي فاتت للسنه دي، وده من ضمن الضغوط اللي على صلاح. لا احنا مش عايزين نقول كده. طب ما احنا لو بصينا وقلنا ميسي اديله 10 15 سنه مثلا ولا 12 سنه مستوى واحد كويس، بس طلعت ميسي لما ميسي بقى مثلا في المستوى ده هو قدر يحافظ على ده وعدى الضغوط. صلاح الموسم اللي فات ما كانش هداف الدوري الانجليزي، ما كانش افضل لاعب في الدوري الانجليزي، اما يلعب قدام الفرق ما كانش عليه الرقابه الكبيره. ربما يكون دي 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 دي, دي مشكله، مش عايز اقول مشكله اللاعب المصري. احنا للاسف اللاعب المصري يعني
بيريح شويه. لكن احنا لا، يعني مثلا رونالدو بيطرد في مباراه اوروبا مع يوفنتوس وبيبكي، احسن لعيب في العالم. ميسي بياخد ظلم، معلش يعني لا مش بالظلم، هو لو مش فارقه معاه عادي بقى. لا يعني ما دي ضغوط عليه، دي ضغوط. لكن ميسي او رونالدو قبل كده كان بياخدوا الكره الذهبيه وبتلاقيه بالسنه الثانيه 10 سنين متقاسمين بالظبط كده. طب لو دول لو في ضغوط اكتر من هو احسن لاعب في العالم، في اكتر ضغط كده، والسنه الثانيه تلاقيه برضو احسن لاعب في العالم. احنا محتاجين الثقافه دي. ايه ده بقى كابتن؟ بيحتاج ايه عشان النجم يحافظ على المستوى ده؟ يعني محتاجين يعني لا يعني محتاجين حاجات كثيره جدا. يعني محتاجين محمد صلاح يبقى نفس النوعيه دي الحقيقة. ان شاء الله يكون نفس النوعيه وعنده القدرات، ودايما املنا فيه كبير جدا. حسين الشحات اقترن النهارده بمحمد صلاح، وربما البعض شافه مكان صلاح. اي لاعب هيلعب في الملعب في بوزيشن صلاح او في مركز صلاح، انا حطيت عليه حمل كبير جدا. طبعا شوف، احنا مش عايزين نقيم اي لعيب يلعب مكان صلاح نقول ده محمد صلاح، لان محمد صلاح واحد بس مش هيتكرر تاني. زي المهاجمين جت على في تاريخ الكره المصريه ما ينفعش نقارنهم، زي كابتن حسام حسن ما ينفعش، كابتن محمود الخطيب ما ينفعش، ان احنا نقارن نقول فلان مكان فلان، ما لا لا ما ينفعش خالص. لكن محمد صلاح اسلوب واداء وشكل وطريقه وحب للناس، خلاص الموضوع منتهي خالص. يمكن اللي مميز كمان محمد صلاح ان هو مش مرتبط بنادي في مصر، ودي حاجه مهمه جدا. يعني ان هو لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا مصري، يعني الناس لا الناس كلها يعني لكن حسين الشحات ممكن يبقى ليه ميول، وكنت اتمنى ان هو يكون ان شاء الله يعني نصيب النادي الاهلي، زي ما انا قريت وسمعت ان هو في النادي الاهلي داخل في مفاوضات معاه. لعيبه مميزين جدا، ولعيب ان شاء الله هيبقى مؤثر. اللعيب ده محتاج فرقه كبيره يظهر فيها الحقيقه. حابب تقول اي حاجه في المنتخب قبل اقفل صفحته بقى اروح لماتش وفاق سطيف؟ لو انت عندك اي كلام يعني محتاج بس ان انا اقول للجهاز الفني، يعني عايزين نبعد بس نفسنا عن الحب والكرة، عايزين الاختيارات تكون يعني اكيد مش هترضي الانديه كلها. انت وانت لعيب اتعرضت للحب والكرة وشفت اللي الاختيارات وقتها، حد ظلمك؟ في حد ظلمك؟ طبعا انا كنت هداف دوري مصري، وكنت اكتر لعيب لعب اساسي في فريقته، واخر لعيب من المهاجمين اللي جاب اجوان في فريقته ولعب اساسي، ورحت المنتخب ما شاركتش، ولعيبه تانية ما كانش بتلعب في انديتها ولعبت. الجهاز الفني مين اللي ظلمك؟ مش عارفين، بس انا عارف انت. كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته كان بطوله عربيه. ما اتكلمتش معاه؟ يعني ما اتكلمتش معاه برضه؟ قلت له يا كابتن انا استحق المشاركه. يعني كابتن حسن بالنسبه لي اب، يعني شوف انا بتكلم عليه زي، لكن هو بالنسبه لي انا اب. كابتن حسن يعني كانت يمكن بدايه نجاحاته كان في نادي المنيا، كنت انا معاه في السنه اللي احنا صعدنا فيها دوري ممتاز، وكانت فتحه خير عليا يعني الدنيا مشيت. وانا بعدها سنه رحت جيت النادي الاهلي، يعني كانت فتحه عارفك خير. يعني كويس قوي. بالظبط. فانا من الناس من الشخصيات اللي انا بحبه جدا في الحياه، يعني ما اتكلمتش معاه يمكن بعد البطوله، اتكلمت معاه يمكن الاول كنت يعني لسه صغير بقى وشادد وبتاع، وكنت زعلان بقى وبتاع والكلام ده. لكن بعد ما هديت بقى وبطلنا لقينا الدنيا لا فعلا يمكن ممكن يكون يعني لا. لما اتكلمت معاه قال لك ايه كابتن حسن؟ لا هو ما يعني اسمهاش تبرير، يعني انا ما اتكلمتش معاه لان ما حبيتش احرجه الحقيقه. لان في الوقت ده انت كنت شايف انك افضل من اللي شارك اساسي؟ لا هي مش مساله ان انا افضل لكن لازم اشارك، ده الوحيد اللي ما شاركتش. ربما يكون الجهاز الفني له رؤيه ثانيه، شايف ان الفرقه دي المهاجم اللي بيلعب عنده مواصفات تختلف ربما في طريقه اللعب اللي هو حاطط. ربما انا بقى أنا انت بتضحك، لكن هي ربما هو كان في لعيبه مهاجمين كان مختارهم كابتن حسن في انديه كمان اقل من بتروجيت، وما كانتش بتلعب اساسيه بشكل اساسي في فرقتهم، وما كانوش هدافين دوري وشاركوا. لا هو يعني عشان كده بقول لحضرتك انا ما اقعدش ان انا اقول له ليه استفسر منه او كده، لان الموضوع مش محتاج تفسير طبعا، يعني الموضوع يعني حقيقه واضحه للجميع الحقيقه، فما كانش يعني محتاج يعني استفسار يعني. نروح للاهلي وفاق سطيف، مباراه مهمه جدا، مباراه قدامها اسبوع يوم 23. النادي الاهلي ادى باداء كويس هنا، كان ممكن يزود النتيجه 2-0 مقلقه، يعني مش مقلقه اللي هي ان شاء الله الاهلي عنده قدرات كبيره جدا، لكن المباراه وديه النهارده امام المصريه للاتصالات. الاهلي بيكسب بسداسيه، بيجرب كل اللعيبه، احمد فتحي بيشارك، وليد سليمان بيشارك، السوليه، حسام عاشور، كل اللعيبه، صلاح محسن، فبالتالي كل اللعيبه بتشارك طبعا باستثناء طبعا اجاييه عنده الاصابه طويله، علي معلول، ولكن حتى ربيعه وكل الناس بتشارك النهارده.
يعني لو بصينا للمباراة اتفاق الصيف، الحقيقة اعتقد ان احنا في السنتين ثلاثة الاخير اهم مباراة. هتقولي طب ما احنا السنة اللي فاتت كنا برضو بطولة افريقية، اقول لك اما عشان السنة اللي فاتت اخفقنا فيها، فالسنة دي مهمة جدا. لا، مباراة مهمة جدا لينا احنا كاهلوية كمان بال 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 بالاخص. احنا محتاجين ان احنا نحقق البطوله السنه دي، الحقيقه عطشانين ليها، يعني وحشتنا الحقيقه. انت لعبت الماتشات الثقيله دي لما يبقى الاهلي بيلعب في الجزائر وفاق سطيف وكسبان هنا 2-0 وقبل نهائي افريقيا، ضغوط كبيره جدا، شايف الاهلي ازاي يتعامل في هذه المباراه مثل التكتيكون؟ يعني مش هيبقى اصعب من ان احنا كنا هنا في القاهره بنلعب الترجي وتعادلنا 0-0 ورحنا هناك تعادلنا 1-1 وصعدنا، كان مباراه برضو قبل النهائي. الاهلي برضو في كذا مباراه الحقيقه في النهائي قدام الترجي برضه كنت محتاج تكسب وكسب ملعب الترجي وكسب وكسبنا. لكن هو المباراه باللي انا شفته المباراه الاولانيه، لا ان شاء الله مباراه يعني في المتناول ان احنا ممكن نكسب كمان ونحقق. احنا عندنا افضليه هدفين مش عايزين ان احنا يعني نعتمد عليهم، لان المباراه في مباراه في الجزائر وخصوصا وفاق الصيف في الصيف الحقيقه معركه شرسه، لعيبه هنبقى مختلفين عن المباراه الاولى. لكن اعتقد ان شاء الله احنا عندنا لعيبه تصنع الفارق، ممكن سهل جدا ان احنا نحرز هدف. واعتقد ان احنا لو نزلنا بثقافه ان احنا ننزل نحرز هدف الموضوع هيخلص. لكن لو خفنا بقى واعتمدنا على الهدفين اللي احنا يعني مستر كابتنون محتاج يقول لعيبته احنا ما كسبناش، احنا طالعين متعادلين هنا بالزبط في القاهره، وبالتالي احنا كمان عندنا لعيبه تصنع. عندنا ازارو ما شاء الله ماشي كويس، وليد سليمان ما شاء الله، صلاح محسن، حسام عاشور ان شاء الله يرجع بالسلامه ان شاء الله. لعب حسام عاشور النهارده حاجه كويسه، والسوليه برضو محتاجين السوليه في نص الملعب الحقيقه. سعد سمير شارك النهارده طبعا، سعد لا محتاجين كل القوام يعني. انا بقول لحضرتك احنا المباراه فعلا وحشانا، البطوله وحشتنا احنا كاهلاويه، محتاجين ان احنا نحققها، فدي مهمه جدا. يعني يمكن انا بقول لك الكلام ده وانا لعيب سابق في النادي الاهلي ومر عليا مباريات قبل كده قبل نهائي ونهائي. لا احنا فعلا انا كاهلاوي لا وحشتنا البطوله الافريقيه، خصوصا ان حتى في مباراه الدوري مباراه الاتحاد اللي احنا خسرناها والله ما كنت مزعلت. انا كنت طبعا بتمنى ان احنا نكسب والحد وكده، لكن ما زعلتش، قلت لا اهم حاجه البطوله الافريقيه، لان مباراه الدوري ممكن تداركها. وساعات بتبقى نقطه تصحيح. لا هو مش تصحيح، بس هو طبيعي وارد جدا ان انت يحصل لك دي اوف في بطوله مش يومك بالظبط، وعندك غير والحمد لله يعني يمكن انا قلت والله الحمد لله ان دي الاوف ده جه في مباراه دوري وانت الحمد لله ان شاء الله يعني قادر تعوض بالظبط. لكن ما جاش مثلا واحنا قدام وفاق الصيف كان الموضوع هيبقى صعب جدا. يعني لو لا قدر الله كنا تعادلنا هنا او لا قدر الله دخل فينا حاجه كان الموضوع هيبقى صعب جدا. لكن الحمد لله احنا يعني نتدارك ان شاء الله ونقدر نركز في البطوله ونحققها باذن الله. شناوي امام اسواتيني كان ظاهر بشكل كويس النهارده، جات له كام كوره كده مبغته، يعني النهارده كان بيأدي بشكل كويس، كان مركز برضه. حراسه المرمى عليها دور كبير جدا مع النادي الاهلي. يعني الشناوي طبعا من الحراس المميزين، الحراس اللي هم الحقيقه يعني مستواهم في ارتفاع. الحقيقه المباراه النهارده يعني كانت معظمها كلها كور عاليه، ودي ميزه الشناوي. يعني هو مميز الحقيقه في الحاجات العاليه، الحاجات اللي تحت دي بيبقى عنده يعني شويه ضربات شويه. ان شاء الله نرجو ان في مباراه وفاق الصيف ما نشوفش الحاجات دي. لكن هو جون خد الثقه خلاص، لعب كاس عالم ونادي الاهلي الاول، يعني عشان تحرس نادي الاهلي وتبقى رقم واحد حاجه كبيره جدا، حاجه كبيره جدا. لما يلعب الشناوي ويقعد لاعب بقيمه واسم شريف اكرامي احتياطي ليه، ده اكيد لازم يبقى يديله ثقه ويديله. ومع المنتخب برضه خد على طبعًا عصام الحجر ووقف في كاس العالم طبعًا. دي خبرات يا كابتن طبعًا بتبقى كبيره طبعا طبعا. كل ده بيثقل الشناوي، والحقيقه الشناوي الفتره دي غير الفتره اللي فاتت. ونرجو ان شاء الله الفترات اللي جايه في ظل ان انت عارف المكان ده الوحيد الغلطه بتاعته جون طبعا، الغلطه جون يعني طبعا. فمحتاجين يمكن الناس كلها مباراه السواتين الهدف اللي جه اتكلموا على الهدف، انا شايف ان هو مش يعني مش خطا، الكره في نص الملعب فطبيعي ان هو يبقى متقدم انها تتحط بالشكل ده، ده فيها توفيق كبير جدا. لكن وارد جدا ان يجي اهداف ويجي اهداف من اخطاء، ما فيش مشكله، لكن نتداركها الفتره اللي جايه. لكن اكيد حتى الكابتن احمد ناجي قال ان اي هدف بيدخل الفريق هي غلطه الفريق طبعا طبعا طبعا. شفتها كلام مش من الحارس، من مين اللي اتقطعت منه ومين التغطيه ومين ومين ومين. لكن انا بتكلم في نقطه واحده بس، اللي هو الناس حملت محمد الشناوي الهدف. فانا بقول لهم الكوره كانت فين؟ في نص الملعب. في نص الملعب الحارس لازم يقف فين؟ على ال 18 طبيعي.
احنا برضو يا ريت زميلنا في الاعداد كابتن هاني رمزي كابتن احمد ناجي نبارك لهم برضو لان طبعا تاهلنا رسمي لبطوله الامم الافريقيه قبل طبعا ما تنتهي المباريات حاجه كويسه جدا وده بينعكس برضو اللعيبه اللي موجوده واللعيبه الدوليه وقبل مباراه وفاق الصيف بيأثر بشكل ايجابي جدا لكن مستر كارترون اكيد حاطط في اعتباراته حسابات كتيره جدا قبل هذه المباراه خاصه انه لعب في الجزائر في بطوله افريقيا وهو كان موجود مدرب مع مازيمبي. مستر كارترون يعني الحقيقه الله يكون في عونه مباراه مهمه جدا طبعا بالنسبه لنا يعني طبيعي النادي الاهلي يبقى في قبل نهائي طبيعي ان اي بطوله النادي الاهلي لازم يبقى مرشح الاول ليها مباراه اعتقد ان هو ليه كذا سيناريو في المباراه كل انا في وجهه نظري كل دقيقه تعدي في مباراه وفاق الصيف ليها ثمن ويكون ليها تخطيط وليها اسلوب اكيد عنده حلول ليها لان المباراه هي اللي بتدي الحلول مش الحلول من قبل المباراه دايما المدرب الحلول بيوجدها وهي في المباراه عمره ما يبقى قاعد وعارف ان المباراه ايه اللي هيعمل ايه التغيير الاول ايه التغيير الثاني لا هو المباراه ربنا هي ربنا كرمه جاب هدف مبكر بالظبط بتسير بالظبط هو ده حاجه عكسيه لعيبه الصوره لكن انا بتكلم على الاسلوب اللي احنا هنروح نلعب بيه ان احنا مش معتمدين على ان احنا كسبانين 2-0 لا يا جماعه احنا محتاجين ان احنا نحرز هدف لان احرزنا هدف المباراه ماتت اكلينيكيا عمرك يا كابتن وانت لعبت في الاهلي في وقت مهم جدا عمر لعيبه النادي الاهلي ما طلعت اي مباراه ايا كانت النتيجه وكانت بتدافع على طول بتلعب جيم مفتوح بتلعب كره مفتوحه يعني دي ثقافه لعيبه النادي الاهلي الحقيقه لكن انت برضو مطالب ان لازم تكون الثقافه دي وصلت للمدير الفني المدير الفني برضو لازم يبقى عارف هي طبعا بيزعوا اهداف طبعا جميله لازم المدير الفني يبقى عنده ثقافه النادي الاهلي ان هو النادي الاهلي ما بيلعبش على تعادل ما بيلعبش على هزيمه النادي الاهلي دايما بيلعب على الفوز ولازم يبقى عنده اسلوب لعب للمباراه مخطط اي كره اي دقيقه بتعدي هو عايز يعمل ايه لكن احنا مش عايزين نقول ان احنا رايحين ندافع لا احنا ان شاء الله رايحين نكسب وخير وسيله للدفاع الهجوم اكيد طبعا يعني احنا بنتكلم طبعا زميلنا بيقول بيعملوا بوردنج في المطار ان شاء الله يخشوا بالسلامه وان شاء الله مستمرين معاهم يكونوا موجودين معانا النهارده ظل بقى يا كابتن الضغوط والبطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي بيلعب بطوله عربيه بيلعب دوري بيلعب كاس بيشارك في افريقيا وعنده اصابات قبل المباراه دي يمكن كارترون النهارده جهز عدد من اللعيبه والوقت ضيق جدا في مباراه لعيبه اما تبقى جايه من اصابه وداخله على مباراه قويه بتحتاج ايه عشان تتجهز لمباراه كبيره زي دي؟ يعني هو طبعا يعني حساسيه المباريات مهمه جدا، يعني حساسيه المباريات عموما بتبقى مهمه جدا، اللعيب دايما الجاهز اللي هو بيبقى رجله في الملعب مهم جدا عن اللعيب المصاب، لكن في لعيبه الحقيقه يعني في وجهه نظري لا بديل عنه، يعني مثلا حسام عاشور مهما يكون مصاب لكن لا لازم يرجع دوره كبير يا كابتن طبعا لعيب كبير لعيب الحقيقه عارف مكانه بقى ترمومتر الخط الوسط في النادي الاهلي وليد سليمان من اللعيبه اللي لازم تبقى متواجده سواء لا قدر الله في اصابه سواء رجوع سواء ايقاف سواء لازم يرجع يلاقي مكانه موجود لكن مثلا افاده جدا ان احنا نلاقي ميدو جابر رجع من اصابه سعد سمير صلاح محسن مين؟ صلاح محسن صلاح محسن برضه رجع برضه بالاصابه بشكل برضه شارك النهارده برضه شكله كويس من اللعيبه ممكن في المباراه اللي جايه اعتقد ان السرعات مهمه جدا تبقى في مساحات يعني بالظبط فاق الصيف يبقى مندفع عايز يستغل بالظبط السرعات مهمه جدا زي صلاح محسن زي ازارو لا ممكن يعملوا لنا فرق وفرق كبير جدا ان شاء الله اتوقع اكيد زي ما حضرتك قلت المدير الفني مستر كارترون هيبقى مدي لعيبته تعليمات عايزين هدف مبكر البدايه يحب يضغط يعني بدفاع متقدم من قدام يبين للمنافس ويعني يمتص حماس الجماهير بعد كده المباراه طبيعي وفاق الصيف هيضغط بضغط كبير جدا ده اللي حضرتك بتقصده عايز بقى لعيبه النادي تستغل المساحات اللي هتكون في ظهر دفاعات وفاق الصيف بالظبط هو ده اللي انا بتكلم فيه ان طبيعي ان هم خسرين 2-0 فهموهم هدف بدري لو ما قدر الله حصل وجه هدف بدري الموضوع ماتش ممكن يصعب علينا جدا لكن محتاجين ان النادي الاهلي ينزل لان خلي بالك ان هم برضو دي ميزه لينا احنا
ان هم نازلين في بدايه المباراه حاطين في دماغهم ان يحرزوا هدف مبكر. فاحنا لو احنا استغلينا دي وعلى هجمه مرتده او على السرعات اللي موجوده عندنا على ازار وعلى صلاح محسن، اعتقد ممكن نعمل يعني فرق كبير جدا، وممكن احنا اللي نخطف كمان والماتش يبقى سهل جدا بعد كده. كوليبالي من اللعيبه المميزه جدا، مدافع عنده اطوال كويسه، كمان بيزيد في الناحيه الهجوميه، اكيد وجوده بشكل مميز الفتره اللي فاتت اضافه كبيره للفريق. والله شوف، هو لعيب كويس يعني في وجهه نظري، يعني لعيب كويس الحقيقه، بس انا يعني ما كنتش احب ان النادي الاهلي لما يجيب لعيب محترف يجيب بساك الحقيقه، يعني نص ملعب مقبول لكن مهاجم ماشي، لكن مساك يعني صعب قوي. حتى لو كان عندك مشكله في المساك والانديه في مصر وبتغالي بشكل كبير، يعني ممكن تتحل، يعني في وجهه نظري كانت ممكن تتحل. يعني انت شايف في التوقيت ده ما كنتش محتاج لمدافع؟ يعني مش عايز اقول التوقيت ده، لان احنا لو احنا ادينا فرصه لاي حد تاني كان ممكن يبقى يعني ممكن يسد الفراغ. انا بقول لكوليبالي لعيب كويس. رامي كان مصاب، نجيب كان عنده اصابه، ما انت جايب اثنين برضه، جايب الجزار ده كويس، وجايب احمد علاء تقريبا كويس. دول لو خدوا، انا مش عايز اقيمهم على كوليبالي، كوليبالي ممكن يكون مستواه اعلى، لكن انت النادي الاهلي لازم يبقى عندك كادر او لعيبه تصبر عليها. يعني سعد سمير ما بقاش سعد سمير الا لما لعب وخد فتره، محتاج يعني تديله خصوصا النادي الاهلي. يعني معلش، انت ممكن في الادوار في الادوار النهائيه في افريقيا اللي هي دور اللي قبل النهائي والنهائي، هو ده اللي صعب، الباقي كله بتشم هوا. في الدوري نفس الكلام، يعني ماتش او اثنين اللي هم صعبين. البطوله العربيه زي ما انت شايف، لو لعبنا الناس دي وصبرنا عليهم شويه، لا الدنيا ممكن تختلف معانا. فكنا ممكن نحتاج او ممكن نجيب لعيب فيرود او نص ملعب ممكن يعمل لنا اضافه كويسه ونقدر نبيعه ونستثمر فيه، لان انت يعني انت جايبه فري مش دافع فيه حاجه. ماشي، بس انت مش دافع، بس انت ما هو انت جبت كوليبالي اللي هو مشي ده بكام؟ الثاني اللي هو خدت حقك فيه، والفيفا كمان الثاني اللي مشي راح الصين ده اسمه ايه؟ اللي راح الصين ده انت عايزك على ايفونا. ايفونا بالظبط نفس الكلام، يعني يعني احنا محتاجين لعيبه بالشكل ده ونكسب فيهم. لكن مساك يعني على تحفظ، انت مش دافع في حاجه. معلش مش دافع، هو الولد بص يعني عشان بس هو لعيب كويس. عنده مشاكل تحت شويه طبيعي، يعني طبيعي، يعني طبعا عنده صحيح. لكن انا بتكلم ان احنا عشان النادي الاهلي يجيب افريقي لا يعني مش مساك. حتى لو انت لسه التيم اللي لسه جايبه، انت زي ما انت قلت جايب مدافعين ما جهزوش بالشكل الكبير، حتى لو الفرق الاخرى مساكين اللي فيها تختلف تتفق على مستواهم، الاسعار بقت موجوده بشكل كبير جدا، الوقت مزنوق، وده كان يمكن فكره مستر كارترون لانه كان عارف امكاناته وجبته فري ترانسفير، انت جبته مجانا، فبالتالي قفل لك مشكله ولو حتى مؤقته. يعني هي مش مؤقتا، مش هنمشيها، يعني برضه عايز انقل لك فكر. ماشي، ما فيش مشكله، لكن انا بتكلم على المبدا العام. كلامك مظبوط. لان ما بحبش النادي الاهلي يجيب لعيب افريقي يكون يعني حطين. انت بقى في حته تاني، في وسط اللي انت بتقول المحترفين والافريقي والحديث عن اعتبار اللاعب الشمال افريقي لاعب مصري، يعني لاعب ليبيا، لاعب الجزائر، لاعب المغرب، ما لحقش اكمل، تونس، كارثه. تونس والجزائر كارثه طبعا، كارثه. احنا لسه بنتكلم دلوقتي على المواهب اللي هي ندرت، محتاجين اللعيبه دي تاخد فرص. احنا لما نفتح كده، انا في وجهه نظري ان كل الانديه مش اقل من 50% من لعيبتهم هتبقى خارج المصريين. كل الانديه انا بقول لك كده 50%. 50%. يعني مثلا في لعيبه في ليبيا لعيبه كويسه، بس انا لعيبه ليبيا ممكن تاخد اقل من اللعيب المصري ويلعب. انت بتتكلم، انت جبت انت كده خدت فرصه لعيب مصري. انت فاهمني ازاي؟ مش بتكلم على ماديا كمان. طب ليه ما تقولش ان لعيب مصري يجتهد وينافس هذا اللاعب وياخد، كان اللعيب المصري نفسه محترف في دوري بره بيلعب على عدد من اللعيبه ويثبت نفسه مثلا. احنا بنتكلم دلوقتي المواهب، احنا بنسقل، احنا بنقول دلوقتي في المساكين لما جبنا الاسماء اللي هي المفروض تلعب زي جزار، زي احمد علاء، زي اللعيبه اللي هي موجوده، لازم تلعب، لازم تاخد احتكاكات كتيره عشان تلعب. انت دلوقتي جايبه وتقول له خش في خناقه مع لعيب تاني من شمال افريقيا، ومين مين مش الملعب، هي مش خناقه يعني، يعني مثلا لكن انا بقول لك العب، حتى لو انت وحش هستنى عليك واصبر عليك. لكن انت تعتبر كده، انا في وجهه نظري انت شايف القرار ده لو اتطبق في الدوري المصري هيضر جدا 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 جدا. هو موضوع الحراس اكتر من موضوع الاربعه يشاركوا. يعني انت لما تعمل قرار زي اربعه فرقه يشاركوا،
اربع محترفين يشاركوا، يعني انت بتتكلم في 50%. ده برضو شايفه ان كتير اكتر من 3 صعب يعني كتير. انت بتتكلم دلوقتي، انت احنا بنتكلم دلوقتي على المواهب الكره المصريه، احنا محتاجين، ما حدش هيتولد موهوب، عشان بس الامور تبقى واضحه. ما احنا ما عندناش في للاسف في مصر ميسي يتولد كده موهوب. حتى ميسي لما نزل راح الارجنتين اتثقل، واتثقل بشكل كويس بشكل مدروس في برشلونه، والدليل محمد صلاح تدريجيا، يعني تدريجيا. ما محمد صلاح لما لعب وهو ناشئ خد فرصه، لا في 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 فرقته كتير. لا اقصد الموهبه بتاخد وقت عشان تبان، بالظبط هو ده اللي انا بتكلم. طب وانت هتاخد بان لما انت فتحت الاحتراف، لما تبقى عندك تقدر تجيب 7-8 لعيبه من تونس من الجزائر من المغرب، يبقى انت هيلعب امتى وهيستفاد امتى؟ يعني لازم ثقافتنا لازم يعني تبقى في مصلحه الكره المصريه افضل من كده. وطبعا المهندس انا ابو ريده قال السنه دي هنكمل بشكل حالنا، لازم نكمل مسابقه زي ما بداناها، ما ينفعش اجي في نص السيزون واغير قرارات، ونبدا نشوف وندرس الامر ده. لكن ناس كتير بتتكلم بقى في تباين وكلهم لعيبه كوره وكلهم خبرات زي حضرتك، لكن انت شايفها واضحه انها كارثه وصعب جدا هتبقى ادي فتحت الباب. وبعدين مش باين يا كابتن انها بعدد ولا مش بعدد، لعيب شمال افريقيا لاعب محلي، طب بعدد، طب فاتح له العدد، يعني قلنا كلهم طبعا دول محترمه وكلهم عرب وكلهم منورين الدوري المصري، 2 فلسطينيين 2 سوريين ومعاهم 4 اجانب. اصل في ناس تقول لك هيسروا الدوري المصري. اه يسروا ايه بس؟ الدول دي المميز فيهم بيحترف بره. وما عندهمش مكلكعه زي عندنا احنا نطلب بقى مش عارف كام مليون دولار والكلام ده، لا عندهم الدنيا سهله، فالمميز بيروح. اللي شويه زي علي معلول زي ما انتم شايفوا كده 50-60%، ازارو لما جه كان 50 بقى دلوقتي 80%، عشان بس الامور تبقى واضحه. لكن شايف معلول 50-60%. معلول 50-60 لحد دلوقتي، من عمره 50 ايه اللي بيعمله معلول من ساعه ما جه النادي الاهلي؟ يعني انا شايف مش اضافه يعني. يعني مش قارنه بجيلبرتو. يعني انت قارنه كده بجيلبرتو، قارنه بمستويات اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري. مع مين؟ مستويات اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري، يعني الليفل اللي موجود دلوقتي في الدوري المصري. احنا انت دلوقتي بتتكلم في اللعيب المصري ولا لعيب محترف؟ لا ما انت دلوقتي انت بتقول مثلا انت شايف انه اللعيب بتاع شمال افريقيا اهو ما عندوش قيمته مثلا اللي هو محدود مثلا. تمام. زي معلول قيمته اظهر ان هو وصل ل 80% لانه خد بالظبط، على فكره خد بالظبط. معلول يمكن بقاله سنتين عنده عروض كويسه خارجيه. طبعا. ولكن انت شايف ان هو المكان ده في السردباكات، او يبدو فكرك انك النص الوراني ده من بعد خط الوسط صعب. انا بقاري دماغك صعب يبقى فيها لعيب محترف. طب انا اقول لحضرتك الا لما اجيب فلاتات بقى زي جيلبرتو. النهارده لعب ايمن اشرف باك ليفت، مش كده؟ في فرق بينه وبين معلول. وايمن اشرف جاي الاهلي على انه باك ليفت، ما هو اساسا طالع من النادي الاهلي باك ليفت. حظه بقى السيء الاصابات. معلش انا بتكلم ان هو لما لعب باك ليفت سواء في الاهلي او في المنتخب في فرق. ايمن اشرف لعيب كويس، ويبقى عندك 2 لعيبه كويسين، يبقى وحش ولا كويس؟ يا سيد الفاضل لعيب 2 لعيبه كويسين ماشي، لكن ده لعيب محترف كويس. فاهمك، لازم يبقى مختلف. لازم يبقى جيلبرتو كويس من وجهه نظري. عشان يجي باك ليفت النادي الاهلي او في اي نادي لازم يبقى جيلبرتو في وجهه نظري، يعني اقل من كده مش محتاجين. اقل من كده شايف ان اللعيب اللي يلعب بالذات في خط الظهر او في اي حته بالظبط لازم يكون حاجه يعني عاليه. اي اجنبي يجي يبقى مستواه مختلف تماما عن اللي موجودين. بالظبط كده بالظبط، دي فلسفتي يعني، او دي وجهه نظري. ممكن اكون يعني لا بالعكس، انت من حقك، انت راجل نجم من نادي الاهلي، من حقك تقول احنا ايدينا عندك دي، عشان احنا ايدينا بس في التدريب شويه. كويس على ايدينا يعني، فبقول كويس. وجهه نظري. لكن برضه يا كابتن في توقيت ممكن بتتعاقد مع لاعب بيكون ده اللي موجود والمتاح، سواء كان لعيب اجنبي او لعيب محلي، والدليل ان فرق كتير جدا بتعاقد مع اجانب. احنا 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 خدنا قصه في ازارو وفي علي معلول على نموذج ان احنا هنفتح الاحتراف لشمال افريقيا، فاحنا قلنا ان اللي هنجيبه من شمال افريقيا لازم يبقى عالي، يعني العالي مش هيجي لنا عشان هنفتح ليه. طب اللي هجيبه ده هيبقى زي المستوى بتاعي، يعني هجيب معلول وايمن اشرف. طب انا لما ادي معلول ويفوق ويبقى كويس انا هستفاد ككره مصريه، ولما ادي ايمن اشرف اللي هو يجي؟ ما تحسبش كده كابتن. لا ازاي تحسب؟ لا لما ادي معلول ويستفاد، ما انا فرقتي بتستفاد. ما انت بتتكلم في واقع تاني. فرقتك بتستفاد. ما انا كده بقى مهمنا على الاجانب كلهم بقى. بس هيمشي. وبعدين اللي بياخده معلول غير اللي بياخده ايمن اشرف.
اللي بيحب ايمن اشرف. مش كده برضه؟ مش كده؟ لا مش بحب طبعا. بحب انا بهزر معاك كلهم. انا بحبه طبعا. انت شايف المصلحه العامه وليك رؤيه في الكوره. انا بحس انه ابني يعني بتعرف خصوصا بعد يعني الابتلاء اللي هو ربنا ادهوله. لا لا يعني انا بحبه على المستوى الشخصي. لكن انا بتكلم في نقطه ايه؟ ان هو لما يبقى عندك معلول وعندك ايمن اشرف قارن بالظبط. بس ابنك معلش انت ايمن اشرف لما تقول له جدد مش هيتكلم. لكن معلول لا هيفاصل معاك. وجهه نظرك وجهه نظرك اكيد تحترم. لكن اللي اخده عنوان منك ان 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 صعب جدا يبقى عندنا لعيبه من شمال افريقيا بتعتبر لعيبه محليه. شايف ان اللعيب الاجنبي عشان تستفيد منه ما تجيبش في خط الظهر خالص، تشتغل على الديفندر، تشتغل على الفراوده. شايف ان زياده عدد اللعيبه بيضر بالمنتخب طبعا كده. النقطه دي عشان نقفلها كويسه تمام. نرجع تاني لوفاق سطيف واخد منك يعني رؤيه اخيره للمباراه قبل ما اقفل معاك. يعني محتاجين ان احنا النادي الاهلي، ثقافه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي ان احنا رايحين نكسب، وان شاء الله احنا قادرين ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه هناك. يعني طبعا في الاعتبار ان احنا كسبانين 2-0، لكن في ارض الملعب الوضع مختلف تماما. وفاق سطيف هتبقى شرسين جدا على ملعبه. انا شايف من وجهه نظري في المباراه الاولانيه فوق كميه الفرص دي، هم عندهم مشاكل في خط الظهر، جونهم مميز، عندهم حارس الحياه مميز، محتاجين ان احنا يعني نستغل الخط الظهر بتاعهم شويه، نقدر ان شاء الله نقدر نحرز اهداف. لو احنا رحنا وخرجنا من القاهره على سطيف ان احنا رايحين نكسب، ان شاء الله هنحقق نتيجه ونتيجه كويسه قوي. الوقت بيخلص معاك سريعا، لكن لو حابب تقول اي حاجه قبل ما اشكرك كابتن. لا خالص قلت كل حاجه النهارده كده تمام. ورجعت ذكرياتك وقلت انك كنت زعلان وجاب لي اهداف حسن شحاته وجبنا لك الاهداف. ماشي مرضي مبسوط زي الفل طبعا. احنا سعداء اللي انت كنت مشرفنا ونورنا. واكيد كلامك عن اللاعبين في المصلحه العامه يعني لا تقصد تقليل من اي حد، لكن انت بتقارن بالمستويات الفنيه وتتمنى ان الكل يبقى مستواه الفني عالي. انا بتاسف جدا لاي حد جه اسمه يعني وما كانش معجبوش كلامي بالحقيقه. لا رؤيه انت ده من مش حقك. مش يعني ماليش يعني حاجه. يمكن انا اتكلمت على مروان، ومروان كان ناشئ عندنا في بتروجيت وطلع من الناس اللي انا بحبهم كمان يعني اللعيبه الكويسين قوي. لكن انا بتكلم على نموذج ان هو ما بيشاركش ولعب. فاسف جدا ان حد يفهم كلامي غلط، فبتاسف. لا خالص اراء، وانت اكيد راجل مدرب وبتحاول تقول حاجه، لان انت في الاساس يعني شايف بيتك النادي الاهلي وبتتكلم بالشكل في الاخر اللي فيه. وحتى قرار اللعيبه الشمال افريقيا ده للكره المصريه بعيدا عن النادي الاهلي. شكرا كابتن، شرفتنا ونورتنا. شكرا كابتن علاء ابراهيم الصعيدي. هو دماغه كده، تركيبته كده، بيتكلم بوضوح وبصراحه، وبيحب الناس تتفق مع وجهه نظره وتختلف مع وجهه نظره. الراجل قال الكلام اللي هو شايفه من وجهه نظره صح. هو قال صح، هو قال غلط، حاجه تخصه هو طبعا بيشرف وينور على طول. فقره ساخنه كانت فقرتنا في الاهلي الليله. نطلع فاصل، لكن اروح قبلها لزميلي محمد سعيد. شكرا ليك زميلي العزيز ايهاب الخطيب، والشكر موصول للكابتن علاء ابراهيم. وحديث شامل عن الكره المصريه بشكل عام والقرارات المفترض اتخاذها خلال الفتره القادمه في مساله قيد اللاعبين تحديدا من شمال افريقيا باعتبارهم لاعبين مصريين، والاستعداد ايضا لفريق النادي الاهلي للمباراه الهامه جدا امام فريق الوفاق في مدينه سطيف في الجزائر باذن الله يوم الثلاثاء القادم، وتحديدا يوم 23 من شهر اكتوبر الجاري. مباراه هامه جدا، مباراه صعبه. اي نتيجه باذن الله، تعادل او حتى الفوز، يضمن التاهل باذن الله الى المباراه النهائيه التي ستقام في اوائل من شهر نوفمبر القادم باذن الله. وبطوله افريقيه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي من اجل زياده الالقاب القاريه، وايضا كمان من اجل ان تبدا البطوله الجديده في شهر يناير. يعني تبتعد عن دور المجموعات، او تبتعد عن الادوار التمهيديه، وتبتعد عن دور ال 32، وتكون متواجد بدءا من دور المجموعات في شهر يناير الجاري باذن الله، او القادم من عام 2019. طيب، منتخبنا النهارده كان عنده مباراه مهمه جدا مع إسواتيني، وفاز بهدفين مقابل لا شيء، وتاكد رسميا تاهل المنتخب الوطني الى يعني كاس الامم الافريقيه ونهائيات كاس الامم في الكاميرون باذن الله في منتصف العام القادم. فوز المنتخب فوز جيد، حصيله اهداف كثيره جدا لمنتخبنا الوطني خلال الفتره الاخيره. الفوز على إسواتيني في استاد السلام بالقاهره باربعه اهداف مقابل هدف، ثم الفوز هناك في مملكه إسواتيني بهدفين مقابل لا شيء، ومن قبلها المباراه الهمة أمام النيجر والفوز بسداسية. فبالتالي محصلة أهداف كثيرة جدا، لكن تتبقى مباراة تونس هي المباراة المفصلية للزحام، أو يعني الحصول على
صدارة المجموعة الأفريقية خلال الفترة القادمة. مباراة صعبة جدا، وبالتأكيد هيكون فرصة طيبة للجهاز الفني للحكم على شكل المنتخب خلال الفترة القادمة. يمكن المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم منذ قليل قال تصريح مهم جدا، كلنا عارفين أن الأجندة الدولية خلال الشهر القادم ستكون في الفترة ما بين 12 نوفمبر إلى 20 من نفس الشهر، أي حوالي 8 أيام. في خلال هذه الفترة الزمنية أنت بتحدد موعد المباراة سواء الودية إذا كان هناك في القارة الأوروبية دوري الأمم الأوروبية أو حتى في أفريقيا، وتحديدا هذه الفترة هتكون موعد مع مباريات الجولة الخامسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم. مباراة تونس يعني تحديدا المهندس هاني أبو ريدة في التصريح اللي قاله قال المباراة غالبا بإذن الله هيكون في الاتفاق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم على إقامة هذه المباراة يوم 15 نوفمبر القادم، وبالتالي يكون في مساحة ما بين المدة الزمنية مع نهاية الأجندة الدولية يوم 20، فبالتالي مدة الخمس أيام فرصة طيبة جدا للجهاز الفني عشان يلعب مباراة ودية أخرى وهتكون مباراة في القارة الأوروبية. إذا هناك تنسيق كامل ما بين الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافير أجيري مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لإقامة المباراة الرسمية مع تونس في القاهرة يوم 15، مع إعطاء مساحة زمنية كافية لمنتخبنا الوطني لخوض مباراة ودية أخرى بإذن الله في أوروبا، فرصة للجهاز الفني لتجربة عدد من اللاعبين، والجهاز الفني قدر الإمكان بيحاول يخوض تجارب أخرى خلال الفترة القادمة. نعلم أن الجهاز الفني يعني بقيادة أجيري عين كمدير فني وكجهاز فني جديد بعد كأس العالم، فبالتالي الفترات الزمنية للمنتخب ليست بنفس الوقت الكافي للاستعداد للمراحل القادمة، في ظل أن خلاص المنتخب تأهل رسميا إلى كأس الأمم القادمة، فبالتالي يحتاج إلى معدلات زمنية جيدة لتجربة عدد من اللاعبين والاستعداد للفترة القادمة. وبالتالي إن شاء الله يتم الاتفاق مع الاتحاد التونسي على موعد المباراة يوم 15 نوفمبر، ويكون في فترة زمنية للاتفاق مع إحدى الدول الأوروبية لإقامة مباراة ودية في التوقيت ده مع نهاية الأجندة الدولية يوم 20 من شهر نوفمبر القادم. أيضا كمان عندنا جزئية متعلقة ب دورة الألعاب الشتوية في الأرجنتين، يمكن الفترة الحالية في مباريات كثيرة جدا، دورة الشباب في الأرجنتين وتحديدا في العاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس هناك منافسات عديدة وهناك نتائج جيدة تحققت في هذه الفترة الزمنية، وبالأمس حتى كنا بنتابع مباراة الكرة الخماسية والمنتخب الوطني للأسف خسر في مرحلة الدور قبل النهائي أمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبالتالي يعني هيلعب على الثالث والرابع مع المنتخب الأرجنتيني صاحب التنظيم، فبالتالي هتكون مباراة صعبة جدا، لكن هناك نتائج جيدة جدا في أولمبيات الشباب. أيضا من ضمن النتائج يمكن اتحاد الخماسي الحديث هو الاتحاد الوحيد في الاتحادات اللجنة الأولمبية المصرية الذي استطاع الفوز بأكثر من ميدالية ذهبية، 2 ميداليتين ذهبيتين في الخماسي الحديث في أولمبيات الشباب، فبالتالي نتائج جيدة جدا في الدورة الأولمبية للشباب في الأرجنتين، وبالتالي خلال الفترة القادمة هناك استعدادات بقى على قدم وساق كمان للدورة الأولمبية القادمة، ونتائج جيدة بالنسبة للفرق بشكل عام وتحديدا للكرة الخماسية اللي أدت بشكل جيد جدا وكانت طفرة كبيرة جدا في دورة أولمبيات الشباب خلال الفترة الأخيرة. التليفون هيكون جاهز معانا مع الأستاذ شريف العريان ولا لسه مش جاهز؟ طيب برضو احنا بنتكلم في الدورة الألعاب الأولمبية، يعني بنتكلم ان في إنجازات عديدة جدا في هذه الدورة الأولمبية، وشيء جيد جدا انك تكون متواجد في الأرجنتين بعدد من اللعبات وعدد من اللاعبين واللاعبات بتشارك بشكل مميز، تتواجد بشكل أفضل، الظهور بشكل يعني تعتبر فيه نتائج مميزة جدا، انك في أولمبيات الشباب تحصل على ميدالية ذهبية أو برونزية أو فضية، ده شيء جيد جدا لكل اللاعبين، لأن المرحلة دي اللي هتبني عليها المراحل القادمة والاستعداد للدورة الأولمبية القادمة، لأن خلاص آخر دورتين أولمبيتين. طيب يعني الدوره الاولمبيه القادمه بنتكلم من هيبقى في عندنا استعدادات مختلفه، لان خلاص اخر دورات اولمبيه عندنا يعني نتائج متميزه جدا، ودوره الشباب في الارجنتين يعني نقدر نبني عليها لما هو قادم. طب بينضم لي في هذه اللحظات دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه. دكتور فوزي اولا برحب بيك، وطمني بقى يعني كيف تتابع وزاره الشباب والرياضه انجازات اللاعبين واللاعبات المصريين بالتاكيد في اولمبيات الشباب في الارجنتين؟ برحب بيك يا محمد، وبرحب بكل السادة المشاهدين، وببارك لك وببارك أيضا لكل السادة المشاهدين. نتائج كبيرة وعظيمة لم تحدث من قبل، 9 ميداليات حتى الآن، وهناك أيضا ميداليتين استعراضيتين خاصة بلعبة السكواش، يمكن معالي وزير الشباب والرياضة بيولي اهتماما كبيرا بهؤلاء الشباب من خلال النتائج التي تحققت
واكيد هيكون هناك استقبال على اعلى مستوى وهيكون هناك تكريم لائق بهؤلاء الابطال. طيب عدد الميداليات اللي حققتها البعثه المصريه في اولمبيات الشباب نقدر نتكلم عدد جيد، عدد لا باس به، ولو عندك كمان يعني تصنيف الميداليات ما بين الذهبيه والفضيه والبرونزيه. خلينا نتكلم ان تسع ميداليات حتى هذه اللحظه، ولكن هناك ما زالت المنافسات مستمره، سوف تختتم البطوله يوم 18 اكتوبر الحالي، واعتقد ان شاء الله هيكون هناك مزيد من الميداليات. البطولة السابقة يمكن حققنا عدد من الميداليات لم يصل إلى هذا العدد. بوينس آيريس الأرجنتين 2018 هي فاتحة خير على شباب مصر الأبطال الذين حققوا عدد لا بأس به من الميداليات. وأيضا وزير الشباب والرياضة بيعتبر أن هذه هي بروفة أيضا لاستعدادات أبطالنا الرياضيين في مختلف الألعاب الأولمبية لطوكيو 2020. طيب انطباع وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي على هذه الانجازات الطيبه والتواصل المستمر ما بينه واللجنه الاولمبيه المصريه برئاسه المهندس هشام حطب في هذا الشان؟ اكيد طبعا هناك اتصالات مستمره ومتابعه مستمره من قبل وزير الشباب والرياضه باللجنه الاولمبيه وايضا برئيس البعثه هناك الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمه ورئيس البعثه، دائما وابدا بيطمئن على احوال البعثه، دائما وابدا بيشد من ازرهم. هناك كما قلت سوف يكون هناك تكريم لائق بهؤلاء الابطال، وهيكون هناك دعم، بل الدعم مستمر من قبل حتى ما يسافروا، وايضا كان هناك دعم في البطولات السابقه، وسوف يكون هناك ايضا دعم ودعم مستمر لابطالنا الرياضيين حتى 2020 في اولمبياد طوكيو. دكتور محمد فوزي، استقبال وتكريم على نفس وعلى قدر الحدث بإذن الله. إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله. بإذن الله. دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب لأولمبيات الشباب والبعثة المصرية هناك المتواجدة في الأرجنتين، وأيضا لوزارة الشباب والرياضة اللي بالتأكيد دورها مهم جدا مع كل الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية والأندية المصرية. شكرا جزيلا. حدث مهم جدا بنتكلم فيه زي ما قلنا طبعا اولمبيات الشباب خلال الفتره الحاليه، انجازات تعتبر جيده جدا في التوقيت الحالي، لكن النقطه الاهم اللي احنا كنا بنتكلم فيها ان المنتخب الوطني في الكره الخماسيه بالامس كان على وشك تحقيق انجاز طيب جدا بالوصول للمباراه النهائيه، لكن للاسف يعني عوامل التحكيم والظروف المتواجده بالنسبه للمنتخب الخماسي وايضا كمان الاصابات التي تعرض لها اللاعبين بالامس، يمكن على مستوى الشخص تابعت المباراه كانت اقيمت بالامس في الواحده من صباح هذا اليوم، لكن خسر المنتخب امام المنتخب الروسي بهدف مقابل 3 اهداف، وبالتالي مباراه نهائيه هتكون صعبه جدا امام المنتخب البرازيلي والمنتخب الروسي، لكن المنتخب الارجنتيني باذن الله هيكون مباراه ايضا انت بتلعب مع البلد المضيف والبلد المستضيف لهذه الدوره الاولمبيه، فهتكون مباراه مهمه جدا لعل وعسى في لعبه جماعيه وتحديدا الكره الخماسيه نستطيع ان نقتنص الميداليه البرونزيه، فباذن الله كل التوفيق يا رب للمنتخب الاولمبي او تحديدا اولمبيات الشباب في الارجنتين. لكن في هذه اللحظه محتاجين ان احنا نروح بالتاكيد الى الفقره الحواريه الثانيه، والكابتن محمد شريف ضيف عزيز وزميل. طيب نطلع لتقرير الاول، في تقرير الاول مع جمهور النادي الاهلي بنسمع جمهور النادي الاهلي بيتكلم ازاي عن المرحله الحاليه وازاي النادي الاهلي بيمثل الى قيمه ومكانه النادي الاهلي، وبعد هذا التقرير فاصل والفقره الحواريه الثانيه للزميل العزيز ايهاب الخطيب وفي ضيافته الكابتن محمد شريف. بستمد يعني قوتي من النادي الاهلي، لما بشجع النادي الاهلي بحس ان يعني الدنيا في حاله مبسوطه يعني بالنادي الاهلي طبعا يعني، بس بنستمنى حاجه واحده بس ان احنا ناخد البطوله الافريقيه ان شاء الله ونروح كاس العالم في اليابان، وان شاء الله بامرك انت يا رب هنجيب كاس العالم من اليابان. مثلي نظام حياه، سيستم حياه، ان انا اتعلم من مبادئ والتقاليد. الاهلي اصلا نشأة وطنيه. ايوه. من سنة 1907 وكان ناشئ لمكافحة الإنجليز، فأغلب الشعب المصري في الوقت ده شجعه على أساس أن هو ضد المحتل،
وفي سنه 11 مش فاكر من 11 ل 14 اتعملت دوره الانديه النادي الاهلي ومعظم الانديه قرروا انهم يقطعوا الانديه الاجنبيه، وكم منه الا المختلط وبالبيس وبني سويف والسويس، دول هم اللي لعبوا مع الانديه الاجنبيه، لكن الاهلي وبقيه الانديه رفضوا. عشان كده انت اهلاوي طبعا. قول لي الاهلي بيستمد عظمته منين؟ من جمهوره. الاهلي طبعا فريق زي ما انت عارف محبوب، ويعني معظم الشعب المصري كله اهلي، لان الاهلي ده فريق كبير جدا وما بيخسرش يعني. قول لي الاهلي بيستمد عظمته منين؟ والله هو من النادي ومن الجماهير ومن كل حاجه، من الجماهير. ده عشق من الطفوله يعني، ف واحد ناس زي ابو تريكه زي محمد بركات، ناس بتحب الاهلي، حسام غالي حسام عاشور، بصراحه حببونا في الاهلي، والاهلي اصلا عشق يعني. ده اهلاوي عشان خاطر طلعت اهلي كلهم اهلاويين، حتى اولادي دلوقتي بعلمهم ازاي يكون اهلاوي. حضرتك ليه اهلاوي؟ اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. والنهارده الفقرات مميزه جدا وفقرات ممتازه. الفقره دي بقى فقره حواريه تانية في البرنامج، فقره مهمه جدا مع واحد من نجوم فريق النادي الاهلي حاليا، واحد من اللعيبه المميزه جدا، واحد من اللعيبه اللي بقى كده وش السعد، اول ما اللعيبه تشوفه بيسخن الماتش مع اقرب في حاجه ينزل بامكانياته وبمجهوده وتحركاته في الملعب بياكد انه لعيب كبير جدا. لعيب كانت بدايته في مزارع دينا، راح وادي دجله، تالق، لعب مع عدد كبير من المدربين، كابتن حماده صدقي، كابتن ميدو، مستر كارتيرون نفسه المدير الفني للنادي الاهلي، يمكن كابتن طارق العشري، قد جدا وتميز وبقى موجود في النادي الاهلي ويواصل التميز مع النادي الاهلي. كابتن محمد شريف مشرفنا النهارده. حبيبي ربنا يخليك كابتن هاب، متشكر على المقدمه الجميله دي ومبسوط ان انا معاك النهارده. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. النهارده ماتش جامد جدا واستعدادات وسداسيه، فريق بيأدي بشكل كويس جدا، انت شايف ان المقدمه دي لا ده لسه عامل لك تقرير كبير جدا، انت تستحق حاجات كتير، تعالى بسرعه نشوف تقرير عنك ونرجع نتواصل. احنا بقى في حضره المنقذ النهارده، اللعيب المتميز دائما نمسك الخشب، عمره ما كان خيار للنزول للملعب الا وانه كان معاه المفتاح او التركيز، لان اللاعب اللي بيكون قاعد بره وشايف المباراه بيبقى نازل شايف بشكل كويس جدا، بس ساعات بيبقى حماسه زياده شويه ما بيأديش بالشكل المطلوب، لكن محمد شريف لاعب مختلف تماما، بينزل بيأدي، عارف هو بيعمل ايه، اعتقد تقرير متكلم بشكل كويس، نشكر فريق الاعداد عليك. بصراحه يعني حاجه محترمه وانا بشكرهم كلهم، مبسوط جدا بالفيديو اللي هم عملوه ده. احنا بقى بنشكرك اللي انت موجود معانا النهارده، لعيب كبير في النادي الاهلي، مش عارف ابدا معاك بقى من البدايات، ابدا معاك من ماتش وفاق الصيف الصعب، لكن خلينا ابدا معاك واحده واحده. البدايات ناشئين مزارع دينا، وبعدها دجله، دجله تدرجت فيه، طلعت فريق اول، اثبتت نفسك. هو انا كانت بدايتي في مزارع دينا، لعبت سنه هناك 2008 من 2008 ل 2009، بعد كده النادي طبعا يعني ما بقاش فيه نشاط رياضي، رحت انبي بس ما يعني ما حرفنيش، ما حصلش نصيب. بعد كده انتقلت لوادي دجله على طول، يعني انا حوالي 9 سنين في وادي دجله، لعبت 5 سنين في الناشئين وطلعت فريق اول 3 سنين. اللي طلعني فريق اول في دجله كان كابتن حماده صدقي، كان هو اول واحد طلعني. وبعد كده جه مستر باتريس، كملت معاه والحمد لله وكنت ماشي كويس برده جدا معاه، وبعد كده كابتن ميدو برده مسكني في دجله، وكابتن طارق العشري اخر حاجه، وبعد كده رحت الاهلي. اول مدير فني بيصعدك للفريق الاول بيكون شايف فيك حاجه، ودايما لما بيطلع صاعد او ناشئ من تحت بيقعد معاه ويتكلم معاه، وقال لك ايه كابتن حماده لما طلعك؟ كان شايف فيك ايه؟ والله كابتن حماده من الناس المحترمه جدا بصراحه، يعني هو كان بيعاملني كابن مش كلاعب، كان حاببني جدا، كان باين عليه من نظراته ليا
ان هو حاببني فعلا فاهمني، مهتم بيك بيشجعك، مهتم بيا وبيتكلم معايا على طول. انا بقول لك يعني انا كنت بفهمه من نظراته ليا، فكان شخصيه محترمه، وانا لغايه دلوقتي على تواصل معاه لان هو من الناس اللي انا بحبها جدا يعني على مستوى الشخصي. بيدي لك نصيحه، بيكلمك الفتره اللي فاتت، بيقول لك شد حيلك، بيكلمني اخر مره مكلمني من قريب كان بيطمن عليا وبارك لي، فيعني من الناس اللي انا بحبها جدا، وهو كان اول واحد طلعني يعني الفريق اول في النادي عندنا. مستر كيرترو انت اتمرنت معاه بشكل معين في وادي دجله، وطبعا كان موجود في النادي الاهلي، الفتره اللي قضيتها معاه في دجله كانت عامله ازاي؟ والله الفتره بتاعه دجله كنت بلعب برضو الحمد لله، كنت بلعب على طول معاه يمكن اكتر من دلوقتي طبعا، بس انا ظروف يعني اللي انا بلعبش دلوقتي في ظروف معينه فلما كنت في دجله كان يعني كان بيلعبني بصفه اساسيه اكتر، وكنت بلعب معاه ماتشات اكتر بس، فهو يعني كان ده حكايتي مع مستر كرتون، انا وكنت بلعب معاه يعني الحمد لله. بتفرق لما تكون مدير الفني اتمرنت معاه قبل كده، وبالتالي لما جيت النادي الاهلي ولقيت مستر كيرترون بتبقى الامور عندك شويه، طبعا انت كان في مدير فني قبل كده، لكن لما مستر كيرترون تفرق بقى وانت شفت نفس المدير الفني ده واتمرنت معاه واخد على طبيعه شخصيته، ده بتفرق معاك اكتر؟ اكيد بتفرق، بتبقى انت مثلا عارف الراجل اللي جاي ده بيحب ايه، يعني بتبقى على معلومات عنه اكتر من مثلا من اللعيبه موجوده، بتبقى عارف مثلا هو بيحب طبيعه تدريبه ايه، يحب اللعيب يعمل ايه بالظبط كده فاهم، فبتبقى انت عارفه يعني على درايه بيه لان هو اتمرنك قبل كده يعني. بتنصح بقى زمالك ولا تخلي الفايده دي ليك لوحدك؟ لا عادي والله يعني. اكيد تألقك استمر، لكن كابتن احمد حسام ميدو هو المدير الفني الثالث معاك في دجله، ما كانش ميدو؟ لا كنت بلعب بس بس مش كتير يعني، انا اول لما مستر باتريس مشي فكابتن ميدو حوالي 3 ماتشات كده كان بيطلعني بره خالص، بس بعد كده بدات العب معاه يعني الحمد لله. الختام كان بالكابتن طارق العشري. كابتن طارق اول لما جه كنت بلعب برده معاه على طول، بعد كده جيت يعني على النادي الاهلي. لما جيت النادي الاهلي التوقيت اللي انت جيت فيه والوقت، فرقه طبعا بتحدث، فرقه بتجيب لعيبه وانت لعيب مميز جدا، لكن اتفاجئنا بمحمد شريف، متشاف الاهلي شافك بشكل كويس، حاطط امال عليك كبيره، الفوضى تمت ازاي؟ والله انا كنت يعني بنسبه كبيره رايح نادي الزمالك، ما اعرفش انت عارف المعلومه دي ولا لا. ترشيح كابتن ميدو بقى اللي ما كانش بيلعبك في الاول، على فكره اول واحد رشحك للزمالك كابتن ميدو. فكان بنسبه كبيره راح نادي الزمالك وخلاص، بس كل التقارير والامور انت رايح الزمالك خلاص، القصه منتهيه. وانا بقول لك كان بنسبه كبيره خلاص الموضوع بتاع الزمالك خلاص كان بشكل رسمي، بس هو الاداره عندنا اختلفت في بعض الامور الماليه مع نادي الزمالك، فما حصلش نصيب وربنا كتب لي النصيب في النادي الاهلي يعني. الحمد لله على نعمه الاهلي. لعيب كبير ولعيب طبعا انديه كبيره، لما الاثنين انديه كبيره اهلي وزمالك بيعرضوا عليك اكيد حاجه كبيره جدا، واكيد تستحق، والحمد لله على نعمه الاهلي. شايف وجودك في الاهلي دي نعمه؟ طبعا اكبر نادي في مصر وفي افريقيا، فشرف لاي واحد اللي هو يبقى موجود في المكان يعني، فالحمد لله بشكر ربنا يعني على اللي حصل في الفتره الاخيره دي اللي هي بمفاوضات هنا وهنا اللي انا جيت هنا يعني. يعني اللي هم المفاوضات ما كانوش مع بعض بالظبط، لان المفاوضات انتهت ودخل النادي الاهلي. المفاوضات الاول كانت مع الزمالك. كويس. فالامور اختلفت يعني، كان الزمالك ايه يعني كان الموضوع هدي شويه فما كانش فيه كلام. انا عارف ده ومتابع كويس، لكن الكفتين لو في بعض، الكفتين لو موجودين هنا وهنا، ساعات يقول لك ايه نحسم رغبه اللاعب. في التوقيت ده ولو وبكل صراحه، مثلا لو انت في نادي بعيد عن الزمالك وعارض عليك في الدوري المصري مقابل كويس، والنادي الاهلي عرض عليك مقابل معقول، وعندك اهلي وعندك حد تاني. طب ما هو ده فعلا اللي حصل، اللي انا كنت في الزمالك المقابل المادي بتاعي كان اعلى من اللي انا باخده في الاهلي، بس انا اخترت النادي الاهلي، وعلى فكره وكلموني في اخر يوم اللي انا كنت جاي في النادي. اخر يوم وانت جاي على النادي؟ كلموا وكيلي. ارجع يا شريف. كلموا كابتن تامر. قلت له لا خلاص. قال لي هنا فلوس اكتر، وقلت له لا النادي الاهلي. وكيلك كابتن تامر النحاس. هو اللي كان موديني الاهلي. قال لك روح الزمالك الفلوس اكتر الدنيا، اوراده حق الراجل بيعرض عليك العرض. ما قاليش روح الزمالك، هو قال لي هنا اكتر من هنا. هو من حقه. انت تختار ايه؟ بالظبط، يعني هو الراجل بيقول لك انا الكفه دي كذا، وانت رايك ايه؟ حسمتها انت. انا كنت ماضي في النادي الزمالك اصلا. كنت ماضي يعني. مبسوط اللي انت جيت النادي الاهلي؟ طبعا. اكيد يعني، قلت لك احسن نادي في مصر وافريقيا يعني، ما اكيد انا رحت. انا شوف الابتسامه اللي في وشك ده كابتن شريف، والثقة والحب اللي انت جاي بيه ده واصل قوي يعني، واصل قوي، واصل كل جماهير النادي الاهلي اللي بتشوفك. طموحك ايه مع النادي الاهلي؟
والله حاليا اهم حاجه افريقيا. انا على فكره مش موجود في رغم ان انت مش موجود والله أفريقيا. بس دي الروح اللي انا شايفها فيه هتفرق معانا جدا. هتفرق معانا ونعرف نشتغل بعد كده براحتنا. انت في التقرير كمان بتقولي نفسي جمهور الاهلي يملى الملعب وحشونا. والله انا لسه قايل لك قبل ما اطلع نفسي طبعا الجماهير بيديك حاجه كده روح كده في الملعب. يعني انت لو انت مثلا نازل مش موفق غصب عنك لازم تلعب عشان خاطر الناس اللي جايه دي، لازم تموت نفسك عشان خاطرهم مش انت بس، اللعيبه كلها طبعا. فبنتمنى بيفرق عودته. يا كابتن لما يكون الجمهور مالي الملعب طبعا بيفرق معاك، انت بترهب اي فرقه قدامك، انت نادي الاهلي وجماهيرك، انت حتى لو وحش او ما فيش توفيق النهارده جماهير بيساعدك. بيساعدك اللي انت تدوس على نفسك. فوقك فوقك اكيد وانت طبعاً. بتشوف حماس الجماهير برضو بتجيب اخر حاجه عندك طبعا اكيد غصب عنك مش بمزاج، انت غصب عنك لما بتشوف المنظر ده ما ينفعش تروح تخلي الناس دي مروحه زعلانه. لما بتتالق بقى مع الاهلي كده وانت دايما ما بتغزلش بقى جماهير الاهلي ولا الجهاز الفني ولا اللعيبه، اول ما بتنزل بتادي بشكل كويس جدا اللي بتطلب منك بتعمله، دايما منقذ ودايما بتغير تماما، بيحصل ايه معاك مواقف من الجمهور؟ مش حوار منقذ، انت يعني بتجتهد وبتعمل اللي عليك وده الطبيعي، انت موجود في نادي الاهلي لازم تبقى كويس، ما فيش حاجه اسمها منقذ او مش منقذ، طبيعي ان انت تبقى كويس اصلا يعني فاهم. فده الحمد لله ربنا بيكرمني بالاهداف دي، ده فضل من ونعمه من عند ربنا. واهم حاجه الاعلام خليها ماشيه، الاعلام يدي لك لقب حلو وشغال. بس فالحمد لله الواحد بيجتهد وبيعمل عليه والطبيعي ان انت تبقى كويس، انت بتلعب في نادي الاهلي فلازم تبقى كويس يعني. طبعا انت مسيرتك مليانه بمدربين اثروا في مسيرتك، مدربين ساعدوك. معنا واحد من المدربين اللي كان ليه فضل في بداياتك كده، لكن انا احبك انت اللي تاخد التليفون وتقول الو، ولو ما عرفتوش انا ساعدك فيه. الو حبيبي كابتن هاب. عارفك من صوتك والله. شوي طبعا مدربك في وادي دجله هو دلوقتي مدرب في نادي ام بي 2001. كابتن عبد الزوي تحياتي ليك وتحياتي كابتن شريف. ربنا يخليك، انا سعيد جدا بالمداخله دي وبيشرفني اولا ان انا مداخله في قناه الاهلي من اكبر الانديه في الوطن العربي. والحاجه الثانيه كمان اللي السبب اللي بيدخلني كمان في المداخله دي حد من ابنائي اللي انا بعشقهم وتوقعت وتنبأت الاحداث اللي بتحصل دي كلها على فكره، يعني انا مش عايز ازود ولا اضيف، لكن حقيقي انا توقعت وتنبأت الاحداث اللي بتحصل دي بالحرف الواحد وقلت له الكلام ده وهو معايا. بس كان شاي وتعبك، كان شاي وتعبك وعامل لك مشاكل وانت يعني تعبت معاه برضه كتير. صدقني هو فعلا كان لعيب مشاكل، ودي من ضمن الحاجات الكويسه فيه على فكره، ان اللعيب برضه ما ينفعش يبقى مسالم قوي يعني، يبقى مشاكل لكن يعني شقاوة الملعب دي شقاوة حلوة مش حاجة اللي هي المقبولة اللي هي بتساعدنا على ان احنا نتألق يعني. وانا توقعت، انا قلت له محمد ما تستعجلش، وهو فعلا كان بيسمع كلام وكان بيستجيب. قلت له انت فيك مزايا كتير يعني، فيك مزايا ربنا سبحانه وتعالى مدي لك حاجات كويسة، تلعب برجليك الاثنين، تلعب في اكثر من مركز يعني، لدرجة ان انا عايز اقول لحضرتك كان في حوار حاصل معاه. قلت له محمد انت تقريبا لعبت في كل المراكز ما عدا حارس المرمى. قال لي والله يا كابتن انا فعلا انا حتى حارس المرمى انا اقدر اقف يعني. فخد بالك ان دي من ضمن الحاجات الكويسه اللي انا شفتها فيه، عنصر السرعه موجود فيه، في مزايا كويسه كتير قوي توقعت له. التوقع والتحرك عنده حاجات كتير، وانا اعتقد ان محمد شريف لسه امكانياته كلها ما ظهرتش مع النادي الاهلي ولا في الكره المصريه، لسه قدامه مستقبل كبير جدا. لكن انت مدرب الناشئين والمدرب الاول، ايه اللي شفته في بدايات شريف عشان تقول عليه كنت متوقع له هذا المكان؟ اولا ثقته بنفسه، كان ليه شخصيه يعني، لعيب ناشئ وليه شخصيه، دي حاجه مهمه جدا. نمره اثنين زي ما قلت لحضرتك بيلعب برجلين اثنين. نمره ثلاثه انه بيجيد اللعب في اكثر من مركز. نمره اربعه ان عنصر السرعه متواجد فيه، طب انت عايز ايه ثاني؟ المهاره كمان موجوده فيه. اللي بيعرف يعمل سنتات، بيعرف يغير اتجاهات، وبيعرف يعمل سيرنات، حاجات ما كانش يعني مش كل الناشئين تقدر تعملها. بيستجيب لاي شغل تدريبي، بيستجيب لاي تكتيك احنا بنشتغل بيه، باي فكر بنشتغل بيه. طب انا عاوز ايه اكتر من كده في لعيب كوره ناشئ؟ عشان كده انا قلت له ربنا سبحانه وتعالى هيجيك وهتبقى في يوم من الايام في اكبر انديه مصر، ومصر كلها هتتكلم عنك وهتنضم لمنتخب مصر. ولسه ان شاء الله الامل الثاني. لكن انت وانت بتشوفه كده بيبقى ناقصه ايه؟ بتنصحه يعمل ايه؟ والله يعني ممكن هيلث التحامات بس، يعني هي دي اللي انا الحاجه اللي انا ايه انا عايز وقت هو يبقى كويس فيها التحامات، ان هو ما يخافش ما يهابش يعني، لان دي هتساعده على ادائه للمهاره اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اداها له يعني.
انا هسيبه معاك بقى عشان هو عايز يتكلم معاك شويه. يا بوب حبيبي يا شيري والله عامل ايه؟ كان يقدر يقول لك يا بوب هو في الملعب وده ها العصايه تطلع على طول في الناشئين خرزانه. لا هو كان قريب مني جدا يعني قريب من اللعيبه وفي حدود طبعا الالتزام وده لازم يحصل يعني النهارده انا اولادي بتعامل معاهم كده لازم انا اعرف منهم عشان خاطر اقدر اخد منهم اللي انا عايزه بالظبط وعشان يستجيب. عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله انا احسن منك. ده دايما يا كابتن ربنا يخليك يا حبيبي انا سعيد جدا بالمداخله دي وعايز اشوفك حاجه كبيره قوي وانا قلت لك كده يا محمد قلت لك ان شاء الله هتبقى في منتخب مصر ومصر كلها هتتكلم عنك وده اللي هيحصل ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. خد بالك حضرتك برضو في ميزه كويسه قوي كل ماتش بياخد 5 دقايق 6 دقايق 7 دقايق بينزل يسجل. لا ده هو زعلان انه منقذ بيقول لا ده امر طبيعي وانا هتعمل طول الاعلام يديك لقب خده ودور على اللي بعده وربنا يكرمك. والله ابدا يعني بس هي انت حضرتك ملاحظ ان الفتره اللي فاتت دي كان بياخد فترات عمره ما خذل الجهاز الفني لما نزل بينزل في ماتشات على فكره يعني حظه ما اعرفش اقول الكويس ولا حظه العاسر انه بينزل في ماتشات صعبه جدا وبيبقى اول ما بينزل بيبقى مطالب بتغيير نتيجه بوضع معين بتسجيل يعني بينزل تحت ضغط وبيأدي ودي ميزه كمان الماتشات بتبينها مع محمد شريف. دي بقى حاجه جديده اللي انا شفتها فيه ان هو وقت ما بينزل بيسجل يعني هو طبعا مش عارف ان اي لعيب بيبقى بيفرط عايز يلعب وعايز يبدا وبتاع لكن يقول لك انا كابتن انا ما لحقتش انا جبتني على 5 دقايق 10 دقايق انا ما يا دوبك لسه كنت بسخن ما دخلتش في الجيم ما انسجمتش. لا هو بيخش في الجيم هو متاخر ولظروف الماتش كمان بالكهرباء وينزل بيسجل ايه الجمال ده؟ بس انا مش عايز دي تبقى طبعا ايه طابع بقى ان هو ايه خلاص يبقى راجل ايه على طول بقى هو هينزل بقى يسجل. طب ما هو يبدا لو بدا اعتقد ان هو هيبقى ليه شكل ثاني كمان يعني لازم نديله برضه نديله يعني فين دي الكلام ده انا مش عايز ادخل فيه لكن هو ياخد قسط اكبر من اي مباراه اعتقد ان هو هيبقى محل ثقه و رد بقى الشيخ ان هو وفي ميزه دي كمان ان هو راجل مش عارف اقول لك ايه والله يا بوب دي حقيقه حد بيسجل وحد بيهدف وفي مزايا كتير قوي انا فخور بيك يا محمد. ربنا يخليك يا كابتن والله انا فخور ومبسوط اللي انت معانا في المكالمه ومبسوط اللي انت معايا لحد دلوقتي رغم ان كابتن ايهاب بقى لي فتره طويله مش بيمرني طبعا بس على تواصل دايما معايا ومن الناس القريبه جدا يعني. ربنا يخليك انا بعتبر المكالمه دي هي رد جميل وشرف في رقبتي ومسؤوليه كبيره قوي وحقيقي وجودي في قناه الاهلي معاك النهارده ده اضافه اقل حاجه معاك كابتن ايهاب سوقي شكرا لحضرتك دايما كده ان شاء الله تطلع لنا نجوم مهمه جدا ودايما اولادك في كره القدم انت شايفهم في مكان كويس ولكن انت برضو قلت حاجه مهمه جدا ان المكالمه دي يعني رد جميل شوف قد ايه كابتن ايهاب شايف ان المكالمه دي حتى وان كانت حاجه بسيطه منك وان انت متواصل مع مدير فني كان ليه فضل عليك حاجه كويسه واعتقد ده يعني نقول شكرا على التربيه وشكرا على البيت عندك. كابتن ايهاب راجل محترم فيعني يعني ايه اللي يمنع ان انا اتواصل معاه؟ مفيش حاجه تمنعني ان انا اتواصل معاه، راجل ليه فضل عليا، كان في الناشئين بيمرني، كان الناس القريبه مني، فعلا الكلام اللي بيقوله اللي هو تنبأ لي اللي انا فيه ده بالظبط. قال لك الكلام ده بدري وانت عندك كام سنه؟ قاله لي اصلا قبل ما العب فريق اول، قال لوالدي وليا، قال له ابنك ده هيبقى من احسن اللعيبه في مصر، استنى ما تستعجلش. كل الكلام اللي هو قاله ده فعلا وقال لي هتبقى هتلعب في احسن انديه في مصر نفس الكلام اللي قاله لي والله مش مجامله هو فعلا قال لي الكلام ده. كان شايف فيك ان انت مميز بس بقول لك بقى شد في الالتحامات شويه قابل. شوف حاجه حلوه جدا انك تتذكر المدرب اللي علمك اللي وجهك ودي حاجه بتضيف وبجد ده بتدل على شخصيه محترمه جدا وده بيأثر بشكل كبير لكن هو قال لك جملة ما تبقاش معتمد ان كل شوية ما تنزل هتقدر تهدف ان شاء الله عايزين نشوفك من بداية المباراة وبداية المباراة تتألق بشكل كبير جدا لكن انا بقول ان اللعيب اللي بينزل في الوقت الصعب بيلعب بارتياحية رغم انك بتنزل في وقت كله مضغوط الجمهور مضغوط والدنيا مضغوطة وبتبقى محتاج ماتش الاسماعيلي لما نزلت كانت الدنيا عاملة زي المدير الفني قال لك ايه ماتش في الدنيا صعبه انت خسران والدنيا صعبه وطبعا الجماهير بره واول ماتش في الدوري طبعا فاهم
وبعدين انت بتلعب الاسماعيلي برضو يعتبر منافس ليك او فاهم غريم زيه زي الزمالك وبدالك انت بقى وبدالي. فالمدرب كان عنده ثقه فيا الحمد لله فكلمني وقال لي عايزك تشتغل كويس الفتره اللي هتاخدها وان شاء الله تقدر تساعدنا اللي احنا نتعادل ونكسب كمان. بس ما كانش في توفيق اللي احنا نكسب الحمد لله يعني قدرنا نجيب جون في الاخر اتعادلنا بيه. لكن وانت نازل مضغوط عليك حمل فريق مدير فني بيدي لك ثقه دي حاجه فيك مميزه جدا يعني انا اعتقد ان اللعيب اللي هو في سنك لما يبقى عنده الطاقه دي ونازل مع فريق كبير زي النادي الاهلي بتحمل تيشيرت النادي الاهلي وبتلعب قدام الاسماعيلي والاهلي مهزوم وعصام الحضري حارس يعني انت نازل يعني عايز خبرات قد اللي انت عملتها طول حياتك. والله الماتشات بتبقى طبعا صعبه بس انا ببقى قاعد بره ببقى مركز ومستني اي دقيقه العبها فانا لما مهم قوي اللاعب يبقى قاعد بره مركز. اه طبعا يعني انت لما بتبقى قاعد بره بتشوف مثلا الباك ليفت او الباك رايت حسب هتلعب في اي مكان تتفرج على اللاعب اللي انت هتلعب عليه تتفرج عليه عامل ازاي تقدر وانت قاعد من بره تشوف مثلا لما انا بتحط نفسك في الماتش بتعيش الماتش وانت قاعد بره بتشوف انت مثلا لما تنزل هتلعب على الراجل ده ازاي الراجل ده مميز في ايه سريع بطيء بتشوف انت حاجات كتيره وانت قاعد بره. فالحمد لله الواحد قدر اللي هو قاعد بره يركز مش الماتش ده بس الحمد لله اي ماتش بعده اي مباراه وديه ببقى قاعد بره مركز لان محسوب عليك لما تبقى شكلك وحش في الملعب خدت فرصه انا نزلت عليك. بقى في الاول نزلت في الاخر نزلت والماتش مضغوط بيبان لو خدت دقيقتين والدقيقتين دول اتقطعت منك كوره هتتحسب عليك انت فاهم قصدي؟ فلازم تبقى مركز، لازم تبقى مركز طول الوقت لان الكوره محسوبه عليك وانت بالذات بتلعب في النادي الاهلي مش بتلعب في اي نادي تاني. في الاهلي اللي بيعدي خلاص لو انت وحش الماتش الجاي عارف ان صعب انت نفسك صعب هتنسي اللي انت عملته. فلازم تركز اللي بيعدي اللي بيفوت سيبك منه لازم تبص لبعد كده فده الطبيعي يعني. لما بتنزل مباراه زي دي وبتتالق بتبقى احساسك بقى ان الماتش جه بقى هبدا من اوله ولا بتبقى عارف ان الفرقه ليها كيان وانت لسه جاي جديد عليهم بتفكر ازاي؟ هو انت بتفكر اللي انت تبقى موجود تبقى في الصوره يعني ممكن ما تبداش بس تبقى في الصوره تنزل مش عارف ايه واللعب يجي واحده واحده لما تبقى مثلا تنزل تبقى كويس بعد كده مثلا تبتدي تلعب خطوات ما فيش حد مره واحده بيلعب لازم تبدا برده ايه شويه في شويه ولغايه مثلا لما توصل للياقتك وتقدر تلعب ماتش كامل. كابتن ايهاب دسوقي قال على معلومه كويسه واعتقد دي اثقلتك بشكل كبير انك لعبت في اكتر من مركز في الملعب. لعيب لما بيلعب في اكتر من مركز في الملعب بقى عنده خبرات كل بوزيشن او مركز في الملعب ليه خبراته وليه مواقفه ده اثقلك كتير. هو الوحيد اللي عارف اللي انا بلعب في اكتر من مركز لان هو كان ماسكني في الناشئين لان في مراكز لعبتها في الناشئين ما لعبتهاش في فريقه خالص. يعني زي مره يعني لعبت ايه ومره لعبت باك ليفت وباك رايت الاثنين وانت كده بتلعب برجلك الاثنين كويس قوي ما شاء الله يعني لعبت المركزين دول في الناشئين ولعبت ديفندر فوق في الفريق الاول ما لعبتش الا الاربع اماكن اللي قدام بس يعني في الفريق الاول لعبت هاف وفيرود وتحت الفيرود ده اللي لعبته في الفريق الاول في دجله لعبت في النص النص اللي قدامين الاربع اماكن اللي قدام لكن في تغلوا بقى السرعات بتاعتك طبعا يعني ادائك مميز جدا واهدافك مع النادي الاهلي كلها مميزه ربنا يخليك. ففي الناشئين لعبت في مراكز غريبه شويه لعبت باك رايت وباك ليفت وديفندر فهو الوحيد اللي يعرف الموضوع ده يعني. انت احسن مركز بتحب تلعبه؟ بص مهما تلعب لعيب بالكوره بيبقى عنده مركز هو ده المركز اللي انا بحس اللي انا بطلع فيه حتى لو المدير الفني مش شايفك ممكن المدير الفني بيلعبك في حته بس انت جواك شايف نفسك في الحته دي يعني انا كنت اما اقعد مع كابتن احمد فتحي واتكلم معاه هو يقول لي انا العب في اي حته وبادي كويس قال لي بس انا في نص الملعب بحس ان انا يعني ببقى مبسوط اكتر. ايوه انا مرتاح في مكاني اللي انا فيه ده اللي هو الوينج عادي ده مركزي المفضل يعني فاهم بس لما بتطلب مني بلعب في روب بلعب ممكن نلعب رقم 10 بلعبها برضه ساعات لعبتها برضه في دجله اكتر يعني في الاهلي ما لعبتش اللي هاف بس لكن في دجله لعبت المراكز دي كلها. الديفندر بيبقى مسؤوليه كبيره جدا الديفندر ده بيبني الفرقه من تحت مرات اللاعب الديفندر او اللي بيلعب ديفندر بيبقى عنده اكتر يعني من فرصه انه يلعب في اكتر من مركز في الملعب لاعب شامل لعبتها في الناشئين لعبتها موسم بحاله موسم ما كانش فيه الا انا وواحد صاحبي في المكان ده كنت انا واحمد عبد المنصف كنا في المركز ده بس ما كانش فيه لعيبه ديفندرات في الفرقه خالص
انا كنت في الموسم اللي قبله كنت بلعب باك ليفت. فلما جينا الموسم اللي بعديه فما كانش في حد في المكان ده، وكان في اصابات وكان عندنا لعيبه مصابه كتير، فما كانش في الا انا وصاحبي اللي قلت لك عليه، فكنا بنلعب انا وهو في المكان ده. تلعب بقى وبتزيد بقى الماتشات التوب، كان هو اللي بيقف وانا اللي بزيد يعني باجي من تحت، تزيد تكمل برضه نفس موهبتك قدام، حابب النص اللي قدام، وكنت بجيب جون في المكان ده. يعني انا كنت باجي من تحت كده اروح خاطي الكوره شوط، ومثلا اجي من تحت مثلا اعمل انتو مع حد بسرعه واروح، فاهم؟ اداء كويس. لكن فعلا كابتن عبد السوقي فتح لنا يعني جزء كده معين. اداءك مع النادي الاهلي زي ما انت قلت لي انا جاهز في اي وقت، بقعد مركز، لكن اكيد مستر كارترون في الاهلي مختلف، لعيب معاه، نصايحه ليك، بيتكلم معاك ازاي الجهاز الفني، بيتكلم معاك ازاي انت؟ بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب، تأقلمت بشكل سريع داخل النادي الاهلي. والله مستر كارترون مش معايا انا بس، بصراحه يعني مع اللعيبه كلها والجهاز كله، هو بيحاول يقرب الناس كلها من بعض، اللعيبه بالجهاز الطبي بالاداري بالعمال، الدنيا كلها قريبه من بعض. فهو الراجل يعني ذكي في التعامل مع الناس، واللعيب مثلا اللي ما بيلعبش بيعامله كويس، بيعامله معنويا، بيجهزه في اي وقت. هو كان عامل محاضره لينا قبل بدايه الموسم لناس كتيره ما كانت بعيده ما بتلعبش، قعد معانا. انا كنت من الناس طبعا عشان ما بلعبش، قعد معانا، انا محتاج كلكم، اي واحد هينزل عنا واثق فيه وهيلعب. فهو بصراحه يعني بيجهز الناس كلها، اهلكم بشكل نفسي كويس طبعا. يعني هو من الناس، هو يعني من الميز اللي فيه اللي الواحد يعني بيرتاحها فيه، اللي هو فعلا بيعامل اللعيبه كويس بشكل، بيعاملهم نفسيا كويس. يعني فاهم، لو انت مثلا متضايق ما بتلعبش، لا هو مثلا ايه، يهون عليك، يكلمك كويس، يديك يعني مثلا لو انت مثلا حاسس ان انت بعيد، هو يديك امل ان انت موجود. فاهم قصدي؟ ان هو محتاج الناس كلها، وده اللي حسسنا بيه يعني بصراحه. حلو ده، وده واضح من شخصيه مستر كارترون، انه يعني جاب كل اللعيبه واتكلم معاها وكلكم هتاخد فرصه، وادى فرصه لناس كتير جدا، واداك انت فرصه كبيره جدا. وانت دايما بتقول اللعيب اللي ياخد فرصه يمسك فيها. الفتره اللي فاتت الاهلي بيشارك في اكتر من بطوله، عنده ضغط مباريات كتيره، شايف مشاركه الاهلي والضغوط الكتيره برضو كانت سبب ان اكتر من لاعب ياخد فرصه؟ اكيد، ما انت في قوام اساسي في الفرقه طبعا، فانت برضو مش هيقدروا طبعا يلعبوا المباريات كلها، لازم برضو تريحهم. فهو عشان كده عمل المحاضره اللي انا قلت لك عليها دي، عملها علشان يجهز الناس كلها، لان هو فعلا هيحتاج الناس كلها، انت فاهم قصدي؟ فهو عمل المحاضره دي علشان هو هيحتاج الناس في الوقت ده. وده ذكاء من المدرب طبعا، يعني ذكاء من المدرب، ولكن لازم في المقابل يواجهه ذكاء من اللعيب، خدت فرصه امسك فيها، هي كره القدم كده. اكيد، انت بتلعب لازم تموت نفسك، تجتهد، وبرضه التوفيق من عند ربنا يعني الحمد لله. ده توفيق من عند ربنا، لكن اكيد في نصايح بتجيلك، اكيد في 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 نصايح مستمره، اكيد الوالد والاسره زي ما الكابتن ايهاب ليه نصايح، اكيد برضو انت يعني وهو كان متابعك والدك، وقول انا قلت لوالده ابنك هيبقى ليه مستقبل، الوالد بينصحك بيقول لك حاجه؟ والدي قريب جدا مني في حوار الكوره ده، بيفهم في الكوره جدا يعني. فمن كان لعيب كوره ولا؟ كان لعيب كوره، كان بيلعب في نادي الزمالك على فكره. لا والله. والله تمام. في الناشئين ولا؟ كان في الناشئين بس ما كملش، الظروف بقى طبعا الاسره، كرة نصيب. لا، وكمان الاسره عنده كده، زمان كانت الدنيا صعبه شويه، انت عارف الكوره زمان طبعا غير دلوقتي. طبعا بس فهو من الناس اللي بتفهم جدا في الكوره، ومن الناس اللي هي بتنصحها. حابب يحقق حلمه فيك؟ اكيد طبعا، يعني هو كان يعني كان زملكاوي، بس هو كان مع نادي النادي الاهلي. يعني هو كان حابب ان انا اجي النادي الاهلي عن الزمالك، تخيل. هو بيقول لي انت ابني ومصلحتك اهم من اللي انا مثلا المكان اللي انا بحبه. انا مرحب قوي انك تروح الاهلي. انا بقول لك هو لو عليه هو جبته معاك، حول معاك، دخل عند الناحيه الثانيه على طول ولا لسه؟ لا خالص، ده هو كان زملكاوي يعني. قبل ما اجي النادي كان زملكاوي، بس هو كان مع ان انا اجي النادي الاهلي. ما كانش حابب ان انا اجي. خلاص قلت له بقى تعالى اهلي. هو دلوقتي اهلاوي خلاص. دلوقتي اهلاوي خلاص. على الهاتف معانا طبعا هو الكابتن بقى شريف رجاء، والد الكابتن محمد شريف. السلام عليكم يا فندم. على السلام ورحمه الله وبركاته كابتن. تحياتي لحضرتك، ويعني بشكرك على تربيتك المحترمه وادائك لما يبقى عندي لعيب ونجم كبير جدا ويبقى يعني مستمر ومتواصل مع مدير فني كان مع بدايته الكابتن ايهاب دسوقي، وبيشكر الناس وفضل الناس عليه
وحاسس انه ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون فتره كويسه جدا. اكيد في شخصيه مؤثره، اكيد في اسره محترمه، في اب متابع واب زملكاوي قال له تعالى يا ابني روح الاهلي وانا كمان معاك رايح الاهلي. لا 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 الحمد لله ده فضل من ربنا ونعمه اللي هو محمد لعب في النادي الاهلي. انا كنت زملكاوي. هو لما راح مضى للزمالك انا ما كنتش من داخلي مبسوط. يعني كنت لما جاتني طبعا جاله الاهلي كان فرحتي بان الاهلي نادي استقرار، نادي بطولات، نادي تاريخ. يعني نحمد ربنا والحمد لله اللي هو ايه مضى في الاهلي. يعني هو لازم محمد يجيبك، ما كنت تعالى انت الاول وبعدين هاته. والله ده فضل من ربنا والحمد لله نحمد ربنا. يعني هو ربنا بيطير انت ما بتختارش، ربنا هو اللي بيختار. طبعا عشان محمد طيب ومحترم هو ربنا يعني جزاه خير، لان محمد من اللعيبه اللي هي ايه في حالها، لا بتعمل مشاكل ولا يعني مركز في الملعب، بيسمع كلام بيسمع كلام منتظم، يعني كلامه قليل وزي ما انت شايف ابتسامته على وشه والحمد لله. يعني ربنا يجعله مبتسم كده على طول. لكن استاذ شريف رجائي حضرتك ما كملتش، ولكن شفت لابنك ان شاء الله يكون عنده موهبه، كنت بتحمسه ازاي بتحفزه ازاي؟ طبعا انا وهو في الناشئين كان في ناس كتير قوي تقول لي لا ده لعيب على قده، لكن انا كنت شايف فيه حاجات. انا كنت لعيب كوره، لعبت لظروف شغلي وكده ما كملتش، فانا كنت بروح معاه عشان اشوف نفسي انا الاول. يعني انا كان انت اللي تحكم الاول وانت اللي تشوف. والحمد لله ما فيش نادي رحته مجامله، ولا في نادي رحت وكان بيلعب في اساسي في كل حته والحمد لله، وكل نادي كان بيروحه كان الناس بتحبه وسايب بصمه في كل نادي. يعني لحد دلوقتي مزارع دينا انا في تواصل معاهم، الناس بيدعوا له. ويعني نحمد ربنا اللي هو مجتهد وهو انسان طيب جدا. يعني ما عندكش فكره محمد من الناس اللي هي يعني هو فضل ربنا علينا كده. لا هو زي ما الكاميرا جايه عليه وحاطط وشه جنبه بيضحك بتاع مع نفسه، لكن بيقول لك كان شايف الملعب برضه. يعني هو في الملعب شقي، يعني الكلام ده كده، بس هو في الملعب شقي. لا 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 هو بص هو يعني محمد من نوعيه اللعيبه اللي من انصاف الفرص تجيب لك جول. واضح طبعا. من عند ربنا. الحمد لله نحمد ربنا على النعمه دي. يعني ولعيب برضه لعيب بيلعب رجلي الاثنين دي انا اللي متهاله، خلي بالك هو عارف ان انا يعني انت نميت فيه المهاره دي من بدري. برضه مرانه قبل ما يروح مزارع دينا. بس هو اساسا كان بقى اشول ولا ايمن وانت ضميت له بقى الرجل الثانيه؟ كان بيلعب بقى كان اشول في الاساس. هو اشول. هو لما كنت بدا مرانه الاقيه بيلعب رجل اثنين كويس قوي، قلت له لا انت كده اللعيب عندك حلول. قال لي يعني يا بابا؟ قلت له لا اللعيب اللي برجل اثنين غير البن الواحده. مظبوط. عندك حلول، تعرف تلف، تعرف الكوره تجي لك على يمينك تشتغل، على شمالك تشتغل، ودي برضه موهبه ربنا اداها لي. اللي زميلي حضرتك لو بيلعب ما تعرفش هو بيلعب بني رجل. طبعا. والحمد لله. الناس اللي معايا في الفرقه مش عارفه اصلا، ناس كتير معايا في الفرقه. ما انا بقى سالت السؤال ده. انا سالت السؤال ده لان انا ما انا بتفرج عليه مش عارف انهي فيه الاساسيه، عشان كده سالت حضرتك وقلت لك هي رجله الاساسيه كانت ايه؟ شمال، بس هو ما تعرفوش هو رايح فين. هيلعب ايه؟ يعني هو بالظبط. يعني حتى في الناشئين كانوا بيقولوا له انت كورتك العب كورتنا، الكوره بتاعتك دي كوره اوروبيه او كوره عالميه، احنا مش فاهمين انت بتعمل ايه؟ يعني كان بيعمل حاجات غريبه، جوان غريبه. وعلى فكره محمد كان على مر السنين كان هداف فرقته، ده كان بيلعب في 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 دجله ديفندر وكان هداف الفرقه. يعني نحمد ربنا على النعمه دي. الحمد لله. كابتن شريف توقعت ان محمد يوصل يلعب في فرقه كبيره؟ ممكن يكون في لعيب عنده تالنت بيلعب في ناشئين كويس، لكن بيبقى مشوار. ربنا طبعا. كان عندي امل في ربنا وعندي ثقه فيه اللي هو هيوصل. قلت له والكابتن ايهاب الدسوقي بلغنا بالكلام ده قبل ما يطلع. الكابتن محمد جمال بتاع دجله. يعني الناس كانوا متنبئه له اللي هو هيبقى احسن لعيب في مصر. كنت بتزعل لما بتاخده فرقه في الناشئين ويقول لك لا في الاختبارات؟ عشان نحمس ناس كتير جدا بتروح اختبارات في انديه كبيره وصغيره ما بتقبلش. لازم تتعب يا كابتن، لازم تجتهد، لازم تبدا من الصفر. انا مش انا عندي مثلا ولد، انا عندي عمار بيلعب في اقدمية الاهلي. انا شايف فيه اللي هو لعيب كويس، بس لازم بيبدا من الصفر. مش هعرف، مش هينفع اوديه الاهلي على طول. انا شايف ابني مثلا كويس، لكن ابني 50%. فلازم اجتهد معاه واشوف نادي درجه ثانيه اتمرنه، يقف كويس في الملعب، يتمرن كويس، يجتهد، وبعد كده ربنا هو اللي هيديله رزقه. بالظبط. لكن معظم الناس فاكر اللي هو ايه عاوز يروح اختبارات الاهلي، هيلعب في الاهلي، يطلع في التلفزيون يجتهد. لا لا ده
ده موضوع كبير، موضوع كبير طبعا، اجتهاد وتعب، والحمد لله ربنا بيجازي كل واحد بعمله. كابتن شريف، قبل الماتشات بتحب تقول لمحمد شريف ايه او بتنصحه بايه قبل الماتشات وبالذات اول مراحل النادي الاهلي؟ انا بقول له كلمه واحده، بقول له ربنا معاك. بس ما اكتر من كده، حتى لما تتصل عليا اقول له يا ابني ركز ربنا معاك. وبعد بعد المباريات بتقيمه وبتتكلم معاه انت كان المفروض تعمل كذا؟ بقول له على الغلط والصح، هو على فكره بياخد رايي وعنده ثقه في رايي جامد قوي قوي الحمد لله. بيشاورلي بيقول لي لا 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 مش بعمل كل اللي بيقول عليه، ينفع كده؟ لا لا لا، ما بقولوش اعمل كذا، لكن بعد الماتش بقول له ما قلتليش حاجه. بيضحك، انا بضحك معاك ما قلتليش حاجه، لان هو يعني كان قبل الهوا بيقول لي والدي ساهم في شخصيتي بشكل كبير جدا وباين عليه وباين على ده، ولكن انا بقى سايبه هيكلمك بقى هو معاك. يا بابا يا بابا عامل ايه؟ الحمد لله. على فكره ما قلتليش حاجه، بيوقعنا لما تيجي ماشي تقطع فيا. لا والله. ربنا معاك وربنا يصلح حالك، وان شاء الله تحصل على بطوله افريقيا والنادي الاهلي بتقدم على طول ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن شريف بشكرك على وجودك معانا، وبشكرك انك انت عندك نجم ان شاء الله لسه قدامه مستقبل كبير جدا، ان شاء الله عنده دور كبير جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، ان شاء الله يكون ليه مكانه في الانديه العالميه الكبيره، وان شاء الله يحقق لك كل اللي انت عايزه. شكرا يا كابتن. واضح الحمد لله ان في انسجام، ده بيبقى بص بتوصل مع الاب لمرحله صداقه، اعتقد اللي بينكم صداقه. يعني هو حافظني. يعني هو مؤسس بقى. انت بتقول له بقول لك لا. هو عارف مؤسس بقى. مؤسسني هو. خد بالك فعلا ما يبانش عليك يا كابتن محمد ان انت بتلعب برجلك اليمين ولا بيلعب الاثنين كويس، بس الاساسيه فين؟ انا في مشكله معايا في الفرقه. يعني في لعيبه كتير في الفرقه معايا بتقول لي العب برجل واحده. يعني بيقول لي يعني مثلا السلية مثلا يقول لي لما بنلعب مثلا مربع يقول لي ايه؟ لا العب برجل واحده في المربع ما تجننناش. يعني من السلية بلاش دي، انا بحبها جدا يعني. بلاش دي، بتزاول. بتزاول. لعيبه الكوره بتبقى فاهمه انت كده بتزاول. في ناس كتير مفكرين انا بلعب برجل اليمين اكتر، يعني عشان بشتغل برجل اليمين كتير. نعم وفضل. مفكرين ان انا ايمن، لكن انا في الحقيقه اشول اصلا يعني. لكن خلاص وصلت لمرحله انك بتستخدم رجليك الاثنين بنفس الحساسيه. استخدم رجلي الاثنين بس برضو حسب المكان اللي بتلعب فيه، يعني مثلا انا لو بلعب ناحيه الرايت بستخدم شمالي اكتر يعني فاهم. حتى باينت في جون الترسانه كنت بلعب ناحيه الرايت، هتلاقيني لما ضمن برضو اللي ضامنها اكتر وانت بتخلص. مش حوار ضامنها، حسب الكره بتجيلي في اي مكان انا بحط، يعني مثلا ماتش الترسانه الجون اللي انا جبت الاولاني انا اللي بدات الهجمه، يعني بداتها وانا اللي لعبتها بشمالي. لو بلعب ناحيه الليفت بلعب بستخدم بيميني اكتر، يعني بشتغل بالرجل اللي جوه الملعب، يعني مثلا لما بلعب ناحيه الليفت حلو بشتغل بيميني اكتر عشان يبقى الملعب قدامي مفتوح. حلو. الناحيه الثانيه العكس بشتغل بشمالي عشان يبقى الملعب قدامي مفتوح. كابتن شريف رجاوي بقى كان عنده حق بقى لما ادالك قال لك انت هيبقى عندك حلول. كبرت وعرفت ان فعلا معنى الكلمه اللي قالها لك بابا. هو ابويا من زمان يعني كان مقتنع بيا، يعني هو بيقول لي انا عمري ما هتعب مع حد مش حابب او مش عارف. انت عملت معاه خدمه جليله، انت خدته من هنا حطيته هنا برضه، تغيير الانتماء ده حاجه برضه كويسه انت عملتها. هو كان زملكاوي بس مش متعصب يعني، هو اللي هو عادي يعني فاهم، يعني هو كان بس هو مصلحته يعني انا اهم عنده من اي حاجه فاهم. حقه يفرح بيك لان انت فعلا تفرح وتشرف، لكن برضه في ناس كتير جدا عايزينك يبعتوا لك رسايل من جمهورك بقى اللي انت بتحب جمهور النادي الاهلي. قال لك معانا رسايل، تعالى بسرعه نشوف تقرير ماذا قالت الجماهير عن محمد شريف ونرجع نتواصل. انسان جميل وبسم الله ما شاء الله عليه وربنا يديله، انسان متحضر وحاجه حلوه جميله. بقول له شد حيلك يا كابتن وعايزين نشوفك ان شاء الله زي كابتن بركات وزي كابتن ابو تريكه، وانت ان شاء الله عندك مؤهلات لكده اصلا يعني. والله احبه واشجعه على طول في التلفزيون في اللعيب على طول. هو لعيب كويس وربنا يوفقه وهيعمل احسن واحسن. لعيب عنده خبره اساسا ولعيب كويس، كان في دجله بردك الفتره اللي فاتت كان كده بردك، كان مؤثر جامد يعني. بقول هو لعيب كويس وربنا يوفقه كده وياخد فرصه وهيبقى تمام يعني. والله محمد شريف لعيب كبير قوي بس المفروض ياخد فرصته اكتر من كده، يعني المدير الفني يشوفه اكتر من كده، كل ما ينزل يجيب اجوان، كل ما ينزل يجيب اجوان، يعني انت عايز اكتر من لعيب اكتر من كده. والله هو ده نجم مصر اللي جاي. دي من وجهه نظري يعني. وجهه نظري انا راجل بتاع كوره يعني من يوم ما وانا عندي 3 سنين وانا بتفرج على كوره. انا شايف ان هو حد جاي قوي يعني.
ربنا يوفقك وربنا يكفيك شر الإصابات والغرور، ولازم تجتهد أكتر. مش معنى ان انت وفقت في مباراة او اتنين او حتى موسم، لازم تجتهد ولازم تواصل ولازم دايما تفتكر محمد صلاح عمل ايه في المقاولون وبعدين عمل ايه في بازل وبعدين ما وقفش عند بازل، وصل فورتينا ثم روما. لازم تتدرج ولازم تعرف ان النجومية ملهاش سقف معين ولازم تجتهد. اقول للكابتن محمد شريف، اقول له يا ريت يا محمد شريف تبقى اسطورة زيك زي ابو تريكا زي ابو غي زي الفطاحل زي محمد صلاح، وربنا يوفقك وان شاء الله تبقى قدوة حسنة لفريق نادي الاهلي، واشوفك ان شاء الله متألق باذن الله، اشوفك متألق باذن الله في المونديال وكل حاجة في العالم كله، لعيب عالمي زيك زي محمد صلاح وزي الناس التانية. انا بحبك يا محمد يا شريف. انا بحبك يا محمد يا شريف، رسالة حلوة قوي، لكن كل جماهير النادي الاهلي، وعلى فكرة يا جماعة احنا هنا زي ما بنقول اي ضيف بيتكلم براحته، الجمهور معنا بيتكلم براحته، التقارير يعني مصنوعة بشفافية كبيرة جدا عشان نوصل رسالة مهمة جدا توصل. واضح ان محمد شريف مع جمهور النادي الاهلي مسمع بشكل كويس، الكل عايزه ياخد فرصة اكتر، الكل بيقول له ربنا يكرمك اجتهد. لكن البنوتة القمر الاخيرة وقبلها حد كده من الكبار، والله العظيم انا جسمي اشرح، حسيت انه والدك يعني زي الاستاذ شريف كده، الكلام اللي بيقوله من قلبه وبحماسه. شوف مدى الحب اللي وصلت ليه عند جماهير النادي الاهلي، وبعدين الناس مركزه قوي، انت هداف الفرقه رغم ان انت بتنزل في اوقات حتى الان مش اللاعب الاساسي، ولكن انت هداف الفرقه بخمس اهداف في الموسم ده. لا الحمد لله، يعني ده فضل ونعمة عند ربنا، حب الناس طبعا حاجة من عند ربنا. الكلام ده ايه؟ بتسمعه ازاي وتشوفه ازاي؟ اكيد انا يعني انا متابع وبيعجبني لو حد بينتقدك بتشوف مثلا بينتقدك ليه، بتحاول انت لو في مثلا حاجة فيك، وانا عجبني في حد في التقرير عجبني كلامه ياكل غرور وانت فعلا لسه ما عملتش حاجة، ده فعلا كلامه عجبني وده صح اللي هو اتكلم فيه، ده فعلا حاجه يعني كويسه بصراحه. لكن في المجمل بقى كمان رسائل كتير، عايزين يصنع اسم كبير يخلد اسمه زي بركات زي ابو تريكا زي نجوم الكبار، كان نفسك تلعب جنب مين في النادي الاهلي؟ اكيد جنب كابتن ابو تريكا وكابتن بركات يعني وكابتن حسام غالي، بس ما لحقتوش يعني، انا جيت كان هو موجود بس ما كانش بيشارك، اللي هو ست شهور الاخر اللي هو جه فيهم دول ما كانش، بس اتمرنت معاه طبعا فده من الناس اللي انا بحبها. بتتكلم بقى اما بيبقى في نجم كبير وبتتكلم وتاخد تد معاه، ونجم يمكن انت كنت بتشوف حسام غالي بقى وانت ناشئ وبتتفرج وبتتعلم وبتشوف اما بتقابل النجوم الكبار دول حتى هم زمالك في الملعب بتتكلم معاهم، انا كنت بشوفك، انا كنت كذا، فاكر لك كذا. هو انا لغايه دلوقتي ما فيش لقاء جمعني مع كابتن ابو تريكه يعني، الناس انا بحبها جدا بس ما، لكن كابتن بركات انا شفته في ماتش تزال كابتن حسام غالي فسلمت عليه يعني وكده، فده برده من الناس انا بحبها جدا يعني. قال لك حاجه؟ قلت له حاجه ولا لا؟ لا ما قاليش حاجه، وقال لي بالتوفيق يا حبيبي شد حيلك انت لعيب كويس وكده يعني. شهاده برده من بركات ده. لكن محمد ابو تريكه لو شفته تقول له ايه؟ اشوفه بس الاول. بيعجبك في ادائه طبعا يعني، اسطوره لعيب كبير من احسن لعيبه في افريقيا يعني ونجم المنتخب ومن احسن لعيبه في تاريخ الاهلي طبعا يعني، حاجه كبيره وحاجه محترمه، بتمنى ابقى زيه او نصه حتى يعني. ربنا يكرمك، انت لعيب كبير جدا. وقبل ما اختم معاك بقى عشان احنا الحلقه بتجري بسرعه، المنافسه في الدوري شايفها ازاي؟ المنافسه السنه دي فعلا صعبه، نادي الزمالك السنه دي بيأدي بشكل كويس وفريق برضو بيراميدز ماشي كويس، فالمنافسه هتبقى معاهم قويه بس ان شاء الله احنا يعني في النهايه باذن الله نقدر ناخد الدوري يعني، الطبيعي بتاعنا يعني ان شاء الله الطبيعي بتاع النادي الاهلي الدوري. انت بتخش في كل البطولات لازم تاخدها، مش مباريات عايز مكسب، بطولات عايز لقب، ما في انت ده الطبيعي بتاعك انت موجود في الاهلي، انت مش بتلعب في اي نادي تاني، انت لازم اي بطوله. محمد شريف جاي وعندك القناعات دي في الفترة دي في النادي الاهلي بسرعة كده يعني، حاسس بيك بجد والله العظيم، حاسس بيك بجد انك واحد من ولاد النادي الاهلي اللي متربي في النادي الاهلي. اكيد يعني انت لما تبقى موجود في المكان ده لازم يبقى عندك غيرة عن المكان، لان انت النادي كده مش هتيجي انت
تنزله، لازم تبقى مع النادي يعني فاهم. لو النادي فوق لازم انت تبقى معاه فوق، ما ينفعش تنزل، لازم تبقى زي النادي. يعني النادي مثلا بيكسب وبطولاته، لازم انت تيجي تزود مش تيجي تنقص. فده لازم انت تعمل كده، ولازم يبقى عندك الطموح والاصرار اللي انت تعمل كده. وبدايه الحلقه بتقول لي انا مش مقيد افريقيا، مش هكلم معاك في الحته دي، وبرضه حابب تتكلم فيها اتكلم، ولكن كنت في الملعب ولعبتنا بتجهز، نفسي المباراه دي نعدي منها وان شاء الله ناخد اللقب الافريقي ان شاء الله. بس نفكر فيها الاول، كل حاجه خطوات. فان شاء الله نفكر في الماتش بتاع الجزائر ده اللي احنا نصعد، واحنا ان شاء الله قادرين اللي احنا نصعد. احنا الماتش بتاع الذهاب ده كنا نكسب اكتر من كده، بس ده نصيب يعني، ما تعرفش ربنا مخبي ايه فاهم. كده ربنا شايل، ان شاء الله ربنا شايل خير، وانا متفائل السنه دي ان شاء الله ان البطوله دي هترجع علينا باذن الله. طمني بقى وانت النهارده في الملعب على اللعيبه اللي راجعه من الاصابات، على سعد، على عاشور، على وليد سليمان، على صلاح محسن، ربيع، على احمد فتحي، على ربيعه. طمنا بقى على اللعيبه، يعني الحمد لله الدنيا رجعت اهي، فطمني بقى على ادائهم في الملعب. الحمد لله ان ربيعه رجع كان موجود، وسعد برده كان موجود النهارده، كلهم كانوا بيلعبوا كانوا كويسين الحمد لله. فطبعا لعيبه كبار وهيفرقوا معانا الفتره اللي جايه، واحنا اقل لاعب في الفرقه نص محتاجين اي حد في الفرقه عشان خاطر الماتش المهم ده. طبعا لما يرجع اللعيبه بتاعه المنتخب اضافه لينا طبعا، وبرده اللعيبه المحترفه، فان شاء الله ماتش الجزائر هنبقى كاملين، وان شاء الله نقدر نصعد في الجزائر باذن الله. اخيرا، زعلت لما ما تعدتش افريقيه؟ امر طبيعي يعني. طبيعي يعني، طبيعي بتبقى زعلان وكده، بس الحمد لله ده نصيب. انا ما اعرفش الخير فين، كان ممكن ان انا اتقيد في القائمه، بس ما فقدتش تركيزك وفضلت مركز. كان ممكن انا بقول لك كان ممكن ان انا اتقيد في القائمه بتاعت افريقيا وما العبش، كان ممكن يحصل لك حاجه. ده كل حاجه ربنا كاتبها، ده خير والحمد لله يعني. شرفت ونورت، والحابب تقول اي حاجه قبل ما اختم معاك؟ ربنا يخليك، كنت مبسوط جدا ان انا معاك النهارده والله، وان شاء الله الحلقه تعجب الناس باذن الله. اشكرك على وجودك معايا النهارده، لاعب فعلا بحس انك من ناشئين النادي الاهلي. بشكر كل الانديه اللي انت كنت فيها، اديت بشكل كويس جدا. بشكر كابتن شريف رجائي اللي مطلع نجم كبير فعلا من حقه يفتخر بيه، ونمسك الخشب، ربنا يحفظ طريقك، وان شاء الله تأدي الفتره الجايه وتكون على قدر المسؤوليه ان شاء الله باذن الله. حبيبي شكرا يا كابتن. حوارات كتير دايما بنعملها مع نجوم النادي الاهلي، لكن بجد يعني القلب ده احساسه باللي قاعد قدامه، انا حاسس انه قدامي نجم كبير جدا منتظر لحظه بدايه، وهو بينزل على فترات، هو هداف الفريق حتى الان، ربنا يكرمه، 5 اهداف، عنده حماس غير عادي، راضي بوجوده في النادي الاهلي حتى لو ما تقيتش افريقيا، بيعمل هو عليه، بيبقى قاعد مركز بشكل كبير جدا، كان مركز قوي، واحنا عارضين تقرير الجمهور وهو الناس بتتكلم، وشايف مبسوط جدا من اللي هو فيه، تحس بحماسه وبابتسامته وبهدوء اللي عنده كتير جدا. انا بقول لكم ان محمد شريف لسه ما قدمش اللي عنده، لسه هيقدم كتير جدا للنادي الاهلي، ودايما بيدعم الفريق، ودايما هيأدي بشكل كويس جدا. انا سعيد اللي كنت موجود في الحوار ده، لان احنا كلنا بنقدم لاعب جديد في النادي الاهلي، لكن لاعب ان شاء الله قدامه مستقبل كبير جدا. بشكركم على وجودكم معانا النهارده في حوارات مهمه، لكن اللي جاي افضل في الاهلي الليله. الفقره اللي جايه فقره مميزه جدا، فقره مع الكابتن عمر ربيع ياسين بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، والجزء الأخير من الأهلي الليلة على قناة النادي الأهلي. الجزء الأخير دايما بيكون كرة عالمية، بنتكلم دايما مع حضراتكم في أحداث الكرة الأوروبية، الكرة العالمية، كل الأحداث اللي موجودة في دوري الأمم الأوروبية، في الدوريات سواء الإنجليزي أو الإيطالي أو الأسباني. هنتكلم عن آخر الأخبار اللي موجودة، حصل عندنا أخبار كتيرة، إصابات كتيرة، أحداث كتيرة جدا هنتكلم عليها مع حضراتكم في الجزء الأخير من الأهلي الليلة. طبعا كلنا تابعنا التوقف الدولي الأخير بداية من يوم الجمعة وحتى نهاية اليوم، بتوقف دولي خاص بكل منتخبات العالم. بنشوف المنتخبات اللي بتلعب لقاءات ودية، بنشوف منتخبات بتلعب لقاءات رسمية،
وفي كمان منتخبات زي منتخب مصر وقارة أفريقيا بتلعب تصفيات الأمم الأفريقية. الحمد لله منتخب مصر بيتأهل إلى رسميا إلى أمم أفريقيا الكاميرون 2019 علشان يلحق بالمنتخب التونسي ويكونوا هما الاثنين إن شاء الله في البطولة القادمة. المباراة اللي جاية ما فيش شك أنها تبقى مباراة قوية، مباراة هتكون هي المباراة الاختبار الحقيقي لمنتخب مصر والمستر إجاري والجهاز الفني، مباراة ما فيش فيها أي ضغوط وبالتالي مباراة هتكون للمتعة الكروية. مباراة مصر وتونس أقيمت المباراة الأولى منتخب مصر خسر فيها 1-0 كان موجود فيها مستر هكتور كوبر، أما المباراة اللي هتقام إن شاء الله خلال الشهور القادمة هتكون في مصر إن شاء الله أكيد هيكون موجود عدد من الجمهور وبالتالي كل نجوم مصر هيكونوا موجودين. التوقف الدولي أكيد حصلت فيه بعض الإصابات، لكن قبل ما أبدأ مع حضراتكم للإصابات والكلام عن الإصابات وإزاي المباريات الدولية أثرت على الفرق، خلينا نبدأ معكم الأول بدوري الأمم الأوروبية وجولات ساخنة جدا جدا. دوري الأمم الأوروبية ممكن يكون يعني شرحها بعض الناس ما تفهموش، لكن زي ما قلت لحضراتكم أنا بحاول أبسطه، هو 4 مستويات، كل مستوى فيه 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 3 فرق. مجموعة أو المستوى الرابع هو اللي فيه 4 فرق في كل مجموعة، كل مجموعة بيصعد منها أول، يعني 4 مجموعات في كل مستوى بناخد الأول، يبقى عندنا 4 أوائل، 4 أوائل بيتلعب قبل نهائي ونهائي، في الآخر بيكون عندي بطل لكل مستوى، في آخر خالص المجموع بيكون عندي 4 أبطال، كل مستوى بطل A B C D، كل دول بيكون ليهم بطل بعد الجولات وبعد كل الماتشات. طبعا ايه الغرض من دوري الامم الاوروبيه؟ الغرض زي ما قلت لحضراتكم غرض تسويقي، وفي نفس الوقت هو يغني عن المباريات الوديه الدوليه لكل المنتخبات، ال4 منتخبات بيضمنوا تاهلهم الى بطوله اليورو 2020. ده ملوش علاقة ان مفيش تصفيات الامم اوروبا، لا هيكون في تصفيات الامم اوروبا، لكن الفريق اللي هيفشل ان هو ما يكونش موجود في الامم الاوروبية من خلال التصفيات، دوري الامم الاوروبية لو صعد او كسب اول تصنيفه هيكون موجود في بطولة الامم الاوروبية القادمة ويكون ضامن مكان. طبعا يعني المباريات بدأت من يوم الجمعة، كان في مباريات قوية جدا. البرتغال طبعا غياب رونالدو بيغيب عن البرتغال، ده بالتنسيق ما بينه وما بين المدير الفني لمنتخب البرتغال، بتفوز على منتخب بولندا، نتيجة بالنسبة لي مفاجأة لما منتخب بولندا بيخسر على ملعبه 3-2. مباراة كانت ممتعة، مباراة كانت قوية، شفنا فيها 5 أهداف، وبالتالي دي متعة دوري الأمم الأوروبية ان هو بيجمع كل المستويات المتقاربة مع بعض. مباراة كانت قوية فيها ندية، وكمان 5 أهداف فده معدل جيد جدا بالنسبة لمباراة ما بين البرتغال وما بين بولندا. طبعا باقي المباريات ما كانتش على نفس المستوى القوي، لكن في مباراة شدت الجميع، مباراة يمكن يعني منتخب روسيا ومنتخب تركيا، لكن منتخب روسيا أمام المنتخب السويدي بيتعادل معاه 0-0. ليه أنا بتكلم على منتخب روسيا؟ منتخب روسيا بعد بطولة كأس العالم الأخيرة بدأ أن هو يبقى منتخب قوي، بدأ أن هو يشد انتباه الجميع، بدأ أن هو يكون ليه شكل وكيان داخل الملعب وطريقة لعب وأسلوب، بقى ليه شخصية، ومهم جدا يكون فريق كرة القدم عنده شخصية داخل الملعب. الفريق اللي عنده شخصية داخل الملعب دايما بيفرض طريقة لعبه وبيفرض أسلوبه، ودايما في الآخر بتكون ليه الغلبة. طبعا احنا بنتكلم لو كل شيء ماشي كويس، أما المشياء اللي هي لما بيكون ليها رأي تاني محدش بيقدر يقف قدامها. ده بالنسبة لمباريات يوم الجمعة، أبرز النتائج مباراة البرتغال وبولندا. يوم السبت كان في لقاءات قوية جدا، مباراة كرواتيا وإنجلترا والمنتخب الإنجليزي بصراحة اللي بدأ يتعلم من أخطائه، وهتكلم معاكم في إزاي المنتخب الإنجليزي بدأ إنه يتعلم من أخطائه كويس جدا، بيتعادل مع كرواتيا بدون أهداف. بلجيكا وسويسرا، وبلجيكا بتفوز على منتخب سويسرا 2-1، واللي أحرز الهدفين لوكاكو الوحش يعني القوي
اللي فارق جدا مع مانشستر سواء في خط الهجوم او مع منتخب بلجيكا، محطه مهمه جدا جدا، من احسن لعيبه السترايكر اللي موجودين في العالم. يعني بنكمل ليوم الحد، ابرز مباراه هولندا والمانيا. هولندا بتفوز على المانيا 3-0، والمباراه بتشهد اصابه فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول. طبعا شهدت اصابه، لكنه بعض التقارير الطبيه اللي هنتكلم عليها في اخبارنا خلاص اكدت انه هيكون موجود في مباراه هاردسفيلد في الجوله القادمه من الدوري الانجليزي. لكن هولندا بصراحه كومان بتغيير اللعيبه اللي موجوده، هولندا بدات ان هي تستعيد بريقها في جيل اوفرمارس وفاندرسار وفان برونك هورس وفان نيستلروي وفان بيرسي، جيل كبير جدا وجيل عظيم جدا. اعتقد ان هولندا بدات ان هي تعود من جديد، وزي ما احنا شفنا بدات اللعيبه الهولنديه تظهر على الساحه من جديد. بنشوف برشلونه بيحاول يتعاقد مع بعض اللعيبه الشباب اللي موجودين في الدوري الهولندي، وخاصه نادي اياكس امستردام. كان في طبعا مباراه يعني المباراه اللي كانت موجوده يوم 14 اكتوبر، بولندا وايطاليا، وايطاليا بتفوز على بولندا 1-0 في مباراه احرز فيها دراجي هدف في الدقيقه 90. طبعا ايطاليا بتلعب بولندا ايضا، الهزيمه الثانيه لبولندا بعد هزيمتها الاولى امام المنتخب البرتغالي، بتخسر ايضا في المباراه الثانيه على ملعبها بنتيجه 1-0 في الدقيقه 90 لمنتخب ايطاليا. طبعا مانشيني ومنتخب ايطاليا بيحاولوا يعني باللعيبه اللي موجوده يعملوا توليفه كويسه، بحيث ان هم زي ما طبعا الكلام بينطبق على المنتخب الهولندي الكلام ايضا بينطبق على المنتخب الايطالي. منتخب ايطاليا وهولندا محتاجين اعاده هيكله من اول وجديد علشان يعودوا الى مكانهم الطبيعي في الكره العالميه وفي في التصنيف الخاص بالمنتخبات. اما المباراه اللي كلنا تابعناها وكانت ممتعه، وقلت لحضراتكم اتكلم على منتخب انجلترا لما يجي وقت مباراه اسبانيا، مباراه اسبانيا وانجلترا، والمباراه اللي انتهت بفوز انجلترا 3-2. انجلترا خسرت في المباراه الاولى على فكره من اسبانيا على ملعبها، لكن زي ما احنا متعودين وعارفين ان كره القدم الاهداف اللي بيتم احرازها في المباراه بيكون نتيجه من اخطاء، لو ما فيش اخطاء مش هيكون في اهداف. منتخب انجلترا المباراه الاولى ما اتعلمش حاجه، كان بيلعب على ملعبه وسط جمهوره، فكان عنده دفعه بعض الشيء ادت الى منتخب اسبانيا لاحراز هدفين. المنتخب الانجليزي ذاكر منتخب اسبانيا كويس قوي، عرف نقاط الضعف ونقاط القوه، قفل على نقاط القوه وبدا يلعب على نقاط الضعف، بدا ان هو يستغل المساحات اللي موجوده في قلب دفاع منتخب اسبانيا. اولا عندهم بطء في السرعات، عندهم المساحات اللي موجوده بين الاربع لعيبه في الخط الخلفي بعاد عن بعض، وبالتالي استغل المنتخب الانجليزي وجود الكرات البينيه من هاري كين نجم المباراه الاول. اي نعم ما احرزش ولا هدف، لكنه صنع 3 اهداف، 2 لستيرلينج و1 لراشفورد، وبالتالي المنتخب الانجليزي بيقصوا على المنتخب الاسباني. انا شايف ان منتخب انجلترا جاريث ساوثجيت بيقدم بصراحه تشكيله يعني تشكيله ووجود عناصر مهمه جدا، ومعدل الاعمار اللي نزل بيه تماما، وبدل ما يهتم بالنجوم اهتم بالعطاء داخل الملعب. في فرق شاسع ما بين اللي كان موجود في انجلترا قبل كده، النجوم اللي كانوا موجودين، يعني ممكن بعض المشجعين الانجليز بيشوفوا ان هم بيبخلوا على المنتخب بمجهود، دي دايما ظاهره موجوده حتى في المنتخبات الافريقيه. المنتخبات الافريقيه لما بيكون عندها نجوم بنشوف حتى منتخب مصر، يعني مثلا لو هنتكلم على 2006 2008 2010 ما كانش عندنا عدد المحترفين اللي موجود دلوقتي، منتخب مصر قدر انه يفوز ب3 نسخ متتاليه من بطوله الامم الافريقيه. عندنا نظريه في كره القدم بتقول ان اللاعب المحلي، بالذات بنتكلم على قاره افريقيا، بيكون عنده انتماء شويه عن اللاعب الافريقي المحترف. انا بتكلم على افريقيا عشان ما نخلطش الامور ببعض، فدي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية بنتكلم على انجلترا، لاعب نجم ولاعب موجود في أحسن الدوريات اللي في العالم، دوري انجليزي ولا دوري اسباني ولا دوري ايطالي، يعني معظم الانجليز موجودين في الدوري بتاعهم. بنتكلم كمان ان اللعيبة اللي موجودة لعيبة بلغة الكرة، يعني الكلمة الشهيرة اللي احنا بنقولها لعيبة يعني جعانة كرة، لعيبة عايزة تعمل حاجة لنفسها. جعانة كرة مش بتنطبق في مصر بس، بتنطبق في أي حتة في العالم، وده سلاح مهم جدا للمدير الفني لما بيكون عايز يعمل أي حاجة جديدة أو يحمس لعيبته أو يعمل إنجاز. لازم يجيب لعيبة أولا تنفذ، تسمع كلامه وتنفذ الكلام اللي اتقال داخل الملعب. تالت حاجة يكونوا عايزين يعملوا إنجاز شخصي ليهم. شفنا منتخب الإنجليزي بيحصل على رابع العالم بعد ابتعاد دم لحوالي 28 سنة عن دور قبل النهائي في بطولة كأس العالم، لكن المنتخب الإنجليزي بيعود من جديد علشان نقدر نقول إن هو بيرجع تاني إلى الساحة العالمية ويعيد أمجاد منتخب الأسود الثلاثة. وده يمكن سريعا يعني كل ما حول دوري الأمم الأوروبية.
لكن عشان ناخد بعض الأخبار التانية المهمة اللي موجودة معانا قبل ما الوقت يجري مننا. طبعا خبر مهم جدا معايا بيقول ان برشلونة بيحرق اسعار اللاعبين. برشلونة بيعمل او بدأ ان هو يطبق سياسة جديدة في عالم الاحتراف وعالم كرة القدم، ان هو بدأ يبص على لعيبة بتلعب في اندية متوسطة المستوى لكن اللعيبة تتناسب مع طريقة لعبه، وبالتالي يقدر ان هو يشتريها باسعار كويسة. الاسعار ال100 وال150 وال200 مليون يورو دول ارقام الكبيره دول، مفيش فريق هيقدر يدعم فريقه بخمس لعيبه بمليار يورو. لكن لما احنا نبص على برشلونه ان هو بدا يطبق سياسه ان هو يتعاقد مع لعيبه عاديه، يعني مثلا التقرير اللي موجود حسب صحيفه سبورت الاسبانيه ما بتقول ان برشلونه خلاص يريد ضم ثنائي كريستوف بياتيك مهاجم جنوا الايطالي ونيكولاس بيبي مهاجم ديل الفرنسي. ما حدش فينا يسمع عنهم، ما حدش فينا بيتابعهم الا اللي متابع الدوري الايطالي قوي وعارف جنوا مين هو الراس الحربه اللي بيلعب في جنوا، او بنتكلم على ليل الفرنسي لو حد متابع الدوري الفرنسي. لكن برشلونه عندهم كشافين شغالين 24 ساعه عارفين ايه هي متطلبات الفريق، وبالتالي ده بيقلل السوق وبيقلل الاسعار علشان العرض والطلب. العرض على اللعيبه النجوم بيقل، فده بالتالي الطلب بيقل، فبالتالي العرض زي ما حضراتكم بتكونوا شايفين الاسعار بتنزل تماما، وده يمكن طبقه في اكتر من لاعب. احنا عارفين ان سواريز خلاص، يعني برشلونه بيحاول ان هو يوجد البديل للويس سواريز لاعب برشلونه بالتعاقد مع راس حربه يكون يتناسب اول حاجه طريقه لعب فريق برشلونه. خبر الثاني، نيمار تصريح قبل مباراة الأرجنتين اللي تتلعب حاليا، مباراة ودية بتقام في المملكة العربية السعودية. نيمار سعيد بالبعد عن مواجهة ليونيل ميسي، بيتكلم طبعا عن الصداقة اللي بتجمعه ما بينه وما بين ميسي. احنا عارفين ان ميسي واخد استراحة دولية من المنتخب، وبالتالي طبعا نيمار واحد من اللعيبة القريبين جدا من ميسي، وبنشوف دايما ان نيمار في معظم اجازاته بيتوجه الى مدينة برشلونة علشان يلاقي طبعا زمايله اللي كان موجود معاهم، وده شيء مش غريب لا على برشلونة ولا على لعيبة امريكا اللاتينية. لكن نيمار طبعا واحد من اللعيبة المهارية اللي بيأدوا مواسم جيدة جدا مع فريق باريس سان جيرمان. اما يعني خبر خاص ب فابيو كابيلو. فابيو كابيلو مدير او المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، طبعا كان ليه حوار اخير في احدى الصحف العالميه بينصح فيها فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع ايكاردي لاعب انتر ميلان، شايف ان هو رجل المرحله القادمه لنادي ريال مدريد، وان نادي ريال مدريد هيجد ما يبحث عنه في التعاقد مع ايكاردي. راس حرب مميز جدا، عنده شخصيه داخل الملعب، هداف متالق، يعني بيعرف يعمل كل حاجه، بيعرف يستلم تحت ضغط موجود في منطقه ال 18، بينزل يستلم الكوره من نص الملعب، بيعرف يلف وبيعرف يلعب بظهره. كل دي اكيد ميزات موجوده او مميزات بتكون موجوده في مركز راس الحربه، وبالتالي فابيو كابيلو طبعا هو واحد من نجوم عالم التدريب وايضا واحد من اللي دربوا فريق ريال مدريد، وجميل جدا ان العلاقه تدوم ما بعد حتى ترك الفريق، ان فابيو كابيلو حتى بعد ما مشي يكون ولاؤه للنادي اللي كان موجود فيه في يوم من الايام، وانه ينصح فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع ايكاردي. وانا اعتقد ان ممكن ايكاردي يكون موجود في ريال مدريد، يعني مش عايز اقول قوي على موضوع ان هو يكون موجود في الانتقالات الشتويه، لكن في الصيفيه اكيد ريال مدريد هيكون متعاقد مع اكتر من اسم. انا برشح يمكن واحد زي هازارد يكون موجود، وكمان واحد زي ايكاردي او هاري كين يكونوا موجودين في ريال مدريد بحلول الصيف القادم. ليه الصيف القادم؟ علشان شايفين ريال مدريد نتائجه مذبذبه، وبالتالي فلورنتينو بيريز مش عايز يتعاقد مع لعيبه باسعار عاليه جدا، وبالتالي ما يكونش فيه يعني ما يحدثوش الفارق اللي كان منتظر منهم خلال الموسم الحالي. طبعا يعني بالرغم من حلمه بالانتقال الى ريال مدريد، لكن ايدن هازارد بيرفض التمرد على تشيلسي. دي نقطه مهمه جدا 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 هنقف عندها ونتكلم فيها شويه. اولا هازارد، احنا لو نقارن اللي حصل من مودريتش ومن جاريث بيل لما كانوا موجودين في توتنهام وجالهم عرض من ريال مدريد وتوتنهام رفض ان هو يبيعهم، بداوا ان هم يتمردوا على ناديهم، بداوا ان هم ما يكونوش موجودين في معسكر الفريق سواء في امريكا في بدايه الموسم او في المعسكرات التحضيريه
المباريات خلال الدوري، وبالتالي هنا بنضرب مثل بالالتزام. زي هازارد هو لاعب محترف، لاعب عنده عقد في تشيلسي، لاعب يعني بلغة الكرة هو بيشتغل في تشيلسي، عنده عقد بياخد فلوسه، كل أموره ماشية بشكل كويس. ريال مدريد نادي كبير، نادي محتاج هازارد، لكن هازارد زي ما قلت لحضراتكم بيرفض أنه يتمرد على النادي، وبيرفض أنه هو يحط العودة في المنشار زي ما بنقول لنادي تشيلسي، ويفرض عليهم أنه هو هيمشي من النادي مقابل دفع فلوس طليق بالصفقة. فأنا شايف أنه موقف يحترم من إيدن هازارد، ودي رسالة مش بس يعني رسالة للعبتنا اللي في الدوري المصري، طبعا يعني اكيد في بعض اللعيبه اللي بيوصلوا الكلام، لكن خبر زي ده منتشر في الصحافه العالميه، واضح جدا ان كل لاعب لازم يكون يحترم العقد اللي ما بينه وما بين ناديه، وكمان يعني لو هو عايز يمشي او ينتقل من نادي الى اخر لازم يكون برضا كل الاطراف، ما حدش يتمرد على ناديه، علشان لولا النادي اللي انت بتلعب فيه ايا كان اسمك ايه مش كنت يعني كنت هتبقى اللاعب اللي انت موجود عليه دلوقتي. طيب نروح لرايولا، ويعني رايولا واحد من وكلاء اللاعبين الرخمين شويه، التقال شويه، معاه معظم لاعبي فريق او معاه معظم لاعبي الكره الاوروبيه. على سبيل المثال طبعا بول بوجبا واحد من نجوم كره القدم العالميه، لاعب مانشستر يونايتد الحالي ولاعب منتخب فرنسا اللي لسه حاصل على بطوله كاس العالم الاخيره، لكن الخبر بيقول ان رايولا يوقع على اتفاقيه نقل بول بوجبا الى برشلونه. طبعا الخبر مش مكتوب كده، لكن الخبر مكتوب الى نقل مكروه مورينيو. مكروه مورينيو ان بدات العلاقه تبقى سيئه ما بين بول بوجبا وما بين مورينيو، وبالتالي طبعا الصحف العالميه قالت ان نادي برشلونه الاسباني نجح في اقناع رايولا، وكيل اعمال النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، والحصول بالفعل على موافقته من اجل ضم اللاعب الفرنسي خلال الفتره المقبله. كلام كتير كان بيقال قبل الانتقالات الصيفيه، لكن دلوقتي بعد الخلافات اللي شفناها مع بوجبا ومورينيو اعتقد ان بول بوجبا هيكون بشكل كبير خارج اليونايتد، لو مش في الانتقالات الشتويه بنسبه 50% فهو خارج اليونايتد بنسبه 100%. لسه مكملين مع اليونايتد، والخبر الثاني عشان نقفل الموضوع ده شكلا وموضوعا، عشان الكلام ده كان يعني محور الصحافه العالميه والاوروبيه والمصريه خلال الفتره الاخيره. مانشستر يونايتد ليس للبيع، ده تصريح على لسان ملاك نادي مانشستر يونايتد، وتقارير عالميه نقلت الكلام ده، ان تقارير كثيره جدا صحفيه في الكام يوم اللي فاتوا نقلت ان في رغبه من المملكه العربيه السعوديه وخاصة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية، أنهم يرغبون في شراء النادي الإنجليزي مقابل 4 مليار استرليني، لكن النادي مانشستر قال نادي مانشستر ليس للبيع، علشان نقفل الموضوع ده وما نتكلمش فيه. كل الصور الحاجات اللي موجودة والأخبار اللي موجودة هي عارية تماما من الصحة، زي ما احنا عارفين دايما بيكون في شوية اجتهادات من الإخوة الصحفيين الكرام، لكن في بعضها عالي تماما من الصحة. ريال مدريد بعد ما كان بيحاول لمدة سنة ونص من ضمه، ريال مدريد بدأ يتحرك علشان يضم أرون رامسي اللاعب في صفوف أرسنال، واحد من المواهب المميزة جدا، بيشارك مع أرسنال مكسر الدنيا، بيحرز أهداف ما فيش أحلى من كده. فبالتالي فريق ريال مدريد بدأ أنه هو بيحاول يدعم صفوفه وبيحاول أنه هو يتعاقد مع أرون رامسي في خلال الفترة القادمة. ثنائي ريال مدريد يدفع بيريز لضم هاري كين، بنتكلم على هاري كين طبعا واحد من الاهداف اللي ريال مدريد بيحاول ان هو يتعاقد معاها في الموسم القادم. طبعا مين هم الثنائي؟ بنتكلم على لوكا مودريتش وجارث بيل، ان هم احدى الاسباب ان فريق ريال مدريد يفكر في التعاقد مع هاري كين. هاري كين طبعا يعني مدرسه توتنهام، لوكا مودريتش وجارث بيل الاثنين من مدرسه توتنهام، وبالتالي بدات ان هي تبقى نظريه ان اي لاعب بجاي من توتنهام والدوري الانجليزي بيتاقلم مع فريق ريال مدريد. كنا معاكم يعني قلنا شويه اخبار سريعه، لكن الوقت بيجري على طول مع حضراتكم بسرعه جدا. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من الاهلي الليله، فقط الكره العالميه. نشوفكم على خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.